السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولادي طلاب الثانوية العامة. نبدأ مع بعض، ومعاكم مستر مصطفى فكري مدرس الفلسفة وعلم النفس. هنبدأ مع بعض مراجعة الفلسفة بفضل الله سبحانه وتعالى. يا رب يا رب يوفقكم. عايزين نركز، نقرأ كل سؤال، نعرف فكرته، نبدأ نتعامل معاه، ونبدأ إن احنا نفسره ونعرف سبب اختيار الإجابة. نقول بسم الله، سمي الله، ويبدأ يلا. أول سؤال بيقول لك إيه؟ تطلق العديد من المجتمعات مبادرات بيئية كالمبادرة المصرية اتحضر للأخضر. وطبعا انت عارف ان الصفة الخضراء او الفكرة اللي بينادوا اليها للبيئة الخضراء هي عبارة عن بيئة خالية من التلوث. وطبعا دي بدأوا ان هم يدخلوها في كل حاجة، ان هو يعمل عربية كهرباء، ان هو يعمل عملية توليد الطاقة الكهربائية عن طريق الشمس، فدي كده البيئة الخضراء اللي هي صديقة البيئة، حاجات مش بتلوث البيئة، وغيرها من المبادرات التي تساعد على استعادة البيئة لعافيتها من جديد. الكلام ده هيساعد على استعادة البيئة لعافيتها. يعكس ذلك تفهم المجتمعات لتطبيق مين؟ فلسفة القانون ولا فلسفة البيئة ولا فلسفة التاريخ ولا فلسفة العلم؟ لا طبعا أنا عايز أحضر البيئة وأخليها خالية من التلوث، يبقى أنا رايح لفلسفة البيئة. لأن طبعا لو حضرتك تفتكر معايا أن فلسفة البيئة هي فرع جديد من فروع الفلسفة، هي فرع جديد من فروع الفلسفة. وطبعا الفرع الجديد ده بنسميه فلسفة تطبيقية، لأنه بيطبق في أرض الواقع، جاي يدرس الآثار السلبية للتقدم العلمي التكنولوجي. جاي يقول لك ان التقدم العلمي او التقدم التكنولوجي له اثار سلبيه، له اثار سلبيه. الاثار السلبيه دي على مين؟ قال لك الاثار السلبيه دي على البيئه. طب الاثار السلبيه دي على مين؟ على الانسان. الاثار السلبيه دي على الكائنات الحيه. عشان كده هو جاي يعلمنا في فلسفه البيئه طريقه التعامل مع البيئه. يعني ايه طريقه التعامل مع البيئه؟ ان انت تبدا تتعامل مع البيئه بصوره نظيفه، بصوره معتدله، تؤدي الى اعاده التوازن البيئي. وده اللي يقصد به هنا استعاده البيئه لعافيتها. طيب السؤال الثاني بيقول لك، يقول قولك بان زعما ما صادق، يعني انك تقول ان ما تم زعمه يقرر كيف تكون الاشياء واقعيه. ها، ان اللي حضرتك بتقوله كده بيقرر ازاي الاشياء بتكون واقعيه. طيب يصف القول السابق حجه. ها هنا بقى بنتكلم في المنطق. وطبعا حضرتك عارف ان الحجج نوعين، عندنا حجه استنباطيه اللي احنا بنسميها حجه سوريه، وعندنا حجه استقرائيه اللي احنا بنسميها حجة واقعية. يبقى احنا عندنا كم نوع من انواع الحجج؟ عندنا نوعين من انواع الحجج، الحجج الاستنباطية السورية والحجج الاستقرائية الواقعية. طيب هو هنا بيتكلم عن ايه؟ قولك بأن زعما ما صادق، انت بتقول ان في حاجة صادقة، يعني انك تقول ان ما تم زعمه اللي انت قلته ده يقرر كيف تكون الاشياء واقعية. ها كيف تكون الاشياء واقع، بيتكلم عن ها الصوره الواقعيه. طب هنا بقى بيتكلم عن حجه مقدمتها اساس حاسم لصدق النتيجه. وطبعا اول ما اقول لك اساس حاسم لصدق النتيجه يبقى دي استنباطيه، دي استنباطيه، والاستنباطيه مش بتقرر الاشياء الواقعيه، بتقرر الاشياء الايه السوريه العقليه، ولا نتيجتها تلزم لزوما سوريا عن مقدمتها، يعني برضه استنباطيه، ولا نتيجة صدقها يقيني دائما، يعني برضو استنباطية، ولا مقدماتها تشكل بعض الدعم للنتيجة، يعني استقرائية. طيب حضرتك معلش معايا كده، لما تيجي تبص كده، انا قلت لك انواع الحجج الاستنباطي سوري عقلي واستقرائي واقعي، وهنا بيتكلم عن اشياء واقعية، يبقى فين اللي بتقرر الواقعية؟ اللي هي الحجة الاستقرائية اللي هي مقدماتها تشكل بعض الدعم للنتيجة، مقدمة بتشكل بعض الدعم للنتيجة. السؤال رقم ثلاثة يقول نجيب محفوظ، التسامح هو أكبر مراتب القوة، وحب الانتقام هو أول مظاهر الضعف. بص بيقول لك إيه؟ ها؟
ان التسامح هو اكبر مراتب القوه، ان انت تبقى متسامح يعني تبقى حضرتك قوي جدا ماشي، وحب الانتقام هو اول مظهر يشير التسامح الى هنا مفهوم التفلسف ولا اهميه التفلسف ولا رفض التفلسف ولا سلبيات التفلسف. طب انا قلت لك ان التسامح هو اكبر مراتب الايه القوه، والقوه شيء ايجابي، وحب الانتقام هو اول مظاهر الضعف. يبقى انا هنا بكلمك عن اهميه التفلسف. وطبعا احنا قلنا ان التفلسف هو تفكير وعقل، واتفقت معاك ان التفلسف يعمل على بناء عقول ناضجه، بناء شخصيات مستقله، هو اساس تقدم المجتمعات، يبقى هو الاساس اللي بيؤدي الى تقدم المجتمع والى قوه المجتمع. يبقى انا بكلمك هنا عن اهميه التفلسف. السؤال رقم 4 يقول لك ايه بقى؟ يقول يستخدم المنهج العلمي المعاصر الاستنباط الى جانب الخبره السابقه. يبقى هو بيستخدم الاستنباط الى جانب الخبره الايه السابقه ماشي. يبقى استنباط وخبره سابقه جايه من الواقع اللي هي القوانين والنظريات اوكي، في وضع تفسيراته المؤقته، خدت بالك ان هو يضع تفسيرات مؤقته، يصف القول السابق احدى القواعد الاسترشاديه في المنهج العلمي المعاصر. طيب هو بيستخدم المنهج العلمي المعاصر الاستنباط الى جانب الخبره السابقه للقوانين في وضع تفسيرات هل هنا التخلي عن الفرد اذا تعارض مع الاختبارات؟ لا ما اتكلمش عن كده. ولا صياغه الفروض السوريه لتفسير المشكله؟ خلي بالك وخلي لك ايه؟ ها؟ هو هيستخدم استنباط ويستخدم القوانين في وضع تفسيراته المؤقته اللي هي صياغه الفروض. بس نشوف بقيه الاختيارات. تعديل الفرد؟ لا هو هنا ما فيش تعديل للفرد، يبقى ما فيش تخلي وما فيش تعديل. التحقق التجريبي ما اتكلمش عن التحقق، هو اتكلم عن صياغه الفروض السوريه في تفسيرها لانه قال لك يساعد على وضع التفسير المؤقت. يبقى هنا اي صياغه الفروض السوريه لتفسير المشكلات، يبقى بيتكلم هنا عن صياغه الفرض. وانت عارف طبعا ان من القواعد الاسترشاديه ان نبدا بفكره او نبدا بفرض لصياغه الفرض اللي هو بيساعد في حل المشكله، بعد كده نبدا نستنبط من الفرض نتائج، بعد كده ناخد النتائج نبدا نتحقق منها عن طريق اجراء التجارب، وطبعا اذا صدقت التحولات الى قانون واذا كذبت نتخلى عنها. السؤال رقم 5 بيقول لك ايه؟ الكساد الفكري، والتطور التكنولوجي ادى لميلاد اخلاق، يعني في اخلاق جديده اتولدت تعالج الممارسات المرتبطه بتطبيقات التكنولوجيا والاقتصاد والطب والسياسة والتعليم. تشير العبارة إلى أخلاق البحث العلمي ولا الأخلاق التطبيقية ولا البيوتيقا ولا أخلاق العيادة؟ خلي بالك قال لك إيه؟ الكساد الفكري، يعني مفيش فكر ماشي. وتطور التكنولوجيا، يعني في تكنولوجيا، ادى لميلاد اخلاق جديده، بقى في اخلاق جديده تعالج ايه؟ الممارسات، العمل ممارسات اللي هو العمل المرتبط بتطبيقات الايه؟ التكنولوجيا، مرتبط بالاقتصاد والطب والسياسه والتعليم. ايه ده؟ ده مرتبط بكل المجالات. طب ايه هي الاخلاق اللي مرتبطه بكل المجالات؟ ايه هي المفهوم اللي كان بيقول هو قواعد اخلاقيه تنظم الممارسات في مختلف ميادين العلم والتكنولوجيا وما يرتبط بها من انشطه اقتصاديه او مشكلات وعلاجها؟ كانت الاخلاق التطبيقيه. يبقى انا هروح للاخلاق التطبيقيه لانها عباره عن قواعد اخلاقيه، القواعد الاخلاقيه دي تنظم الممارسات اي تنظم العمل في مختلف
ميادين العلم والتكنولوجيا، في مختلف ميادين العلم والتكنولوجيا وما يرتبط بها من أنشطة. أنشطة بقى تقول اقتصادية، تقول اجتماعية وحل المشكلات. السؤال رقم 6، يرى صلاح كنسوع أنهما الضوء الذي يلقيه الباحث على الوقائع الأولى بحثا لظاهرة طبيعية. يبقى هو الضوء اللي بيلقيه ليه الباحث على الوقائع الأولى بحث لظاهرة طبيعية طليقة، بينما الثانية بحث لظاهرة معدلة مقيدة. الثانية بقى هي ظاهرة ايه؟ معدلة ومقيدة، معدلة ومقيدة. خلي بالك، وقال لك الوقائع الأولى ظاهرة طبيعية طليقة، يعني ايه؟ مش هتعرف تتحكم فيها. لكن الثانية مقيدة. يعني ايه مقيدة ومعدلة؟ يعني تعرف ان انت تتحكم فيها. يصف القول السابق خطوتين من خطوات المنهج الاستقراء التجريبي، هم الملاحظة والقانون. طبعا انت عارف ان الملاحظة هي مشاهدة دقيقة لظاهرة ما، اللي هي ظواهر طبيعية زي الشروق، الغروب، الزلازل، البراكين. القانون هو تفسير نهائي لأي ظاهرة، يبقى ما يقصدش الكلام ده. طيب التجربة هو التحكم وتدخل الباحث في الظاهرة وتغييرها وتغيير خواصها. القانون هو تفسير نهائي للظاهرة. الفرض تفسير مؤقت للظاهرة يعتمد على الخيال. الملاحظة هي مشاهدة دقيقة لظواهر طبيعية كما هي. الملاحظة مشاهدة لظواهر طبيعية كما هي. التجربة هو تحكم في الظواهر. طب ما هو هنا في الأولى بيقول طليقة يعني طبيعية زي ما هي، والثانية قايمة على أنها معدلة ومقيدة يعني قايمة على التجربة. يبقى أنا هنا رايح لدال الملاحظة والتجربة، وده الاختيار بتاعي، لأن الملاحظة هي مشاهدة دقيقة لظاهرة ما باستخدام الحواس والأدوات والعقل، أما التجربة هو التدخل في مجرى الظواهر لإجراءات مصطنعة. ليه بإجراءات مصطنعة؟ هيقول لك عشان أقدر أغير من خواص الظاهرة. السؤال رقم 7، يعرف العمل بأنه نشاط جسدي أو عقلي ويقوم به الإنسان لتحقيق هدف أو غاية أو نتيجة، والحركة عند الإنسان مصدر إبداع حضاري لأنها لا تصدر عن الجسم فقط كما هو لدى الكائنات الحية الغير عاقلة، بل تصدر عن الجسم والعقل والروح. يعني هي كده شاملة كل الجوانب. طب تكشف المقولة قيمة العمل. بص بيتكلم هنا عن قيمة العمل، خلي بالنا من حتة قيمة العمل. ها في ترويض الطبيعة، لا هنا ما اتكلمش عن ترويض الطبيعة، ده هنا اتكلم على ان الانسان بيعتمد على عقله مع جسده بعكس الحيوانات. ولا دور العمل في تحويل الطبيعة؟ لا. ولا العمل شرط اساسي لنهضة الامم؟ لا. ولا تمييز الانسان عن الحيوان؟ هنا بيتكلم عن تميز الانسان عن الحيوان، لأن احنا قلنا أن العمل يميز الإنسان عن الحيوان، عن الحيوان بس. قال لك لا، العمل أساس نهضة الأمم، هو الأساس اللي بيخلي الأمم تتقدم، لأنه بينتج ما يستهلكه، ينتج ما يستهلكه مثل حليب الأبقار، وبيحول الأشياء إلى أشياء صالحة للاستخدام، وبيحولها الحاجات تكون صالحة لعملية الاستخدام. عشان كده وبيحولها إلى أشياء صالحة نستطيع الاعتماد عليها، وبيعتمد على القوة الجسمانية زائد قوة الإبداع، الاتنين مع بعض يبقى جسد وإبداع، الاتنين مع بعض بيقدروا إن هما ينتجوا الأشياء اللي الإنسان محتاجها. السؤال رقم 8 يقول لك ايه بقى؟ السؤال رقم 8. السؤال رقم 8 بيقول لك اكتشف الفيزيائي الالكترون عام
1896 من خلال تجاربه في مجال التفريغ الغازي أي التيار الكهربائي في غاز متأين، فأصبحت حركة الإلكترون هي النموذج المعتمد لتفسير التيار الكهربائي. الاكتشاف السابق يعطي كمثال على أن بناء العلم واختراع التكنولوجيا قد يعتمد على استبصار. استبصار يعني فهم، استبصار يعني فهم. وخلي بالك هو تجارب في مجال تفريغ الايه؟ تيار الكهربائي، فأصبحت حركة هي النموذج المعتمد لتفسير التيار الكهربائي. يعني هو عملها حاجة فسرها فقدر يفسر بها حاجة تانية، يبقى في تشابه. طب هي معنى كده ان هو اعتمد على التنافر بين شيئين؟ لا. اعتمد على التواصل بين موضوعين؟ لا. اعتمد على التوافق بين الرأيين؟ لا. التماثل؟ اه طبعا، لان المماثلة الاستقرائية هي عبارة عن التشابه بين امرين او اكثر، هي التشابه بين امرين او اكثر بغرض يعني بهدف، بغرض يعني بهدف الاختراع، بهدف الاكتشاف العلمي. يبقى بهدف الاختراع والاكتشاف العلمي، يبقى انا عايز اخترع او عايز اكتشف، يبقى انا هعمل مماثله. فالمماثله وتشابه بين امرين او اكثر من امر، زي ما حصل كده في التجربه ديت، عمل مماثله بين امرين. السؤال رقم 9 بيقول لك بدايه هذه المرحله حسب الباحث الفرنسي مع انطلاق عصور الحداثة الأوروبية، يبقى المرحلة اللي هو يتكلم عنها مع انطلاق عصور الحداثة الأوروبية. وطبعا عصر الحداثة الأوروبية من يجي نبص لها هي مرحلة مرتبطة بالمنهج العلمي. يبقى عصور بداية انطلاق عصور الحداثة الأوروبية كانت مع المنهج العلمي، وطبعا المنهج العلمي بنسميه بالمنهج التجريبي. جميل جدا، وخاصة في القرن السادس عشر، قرن الثورة الميكانيكية التجريبية. بيكون بيكون وجاليليو ونيوتن، بيكون وجاليليو ونيوتن وما نجم عنها من ثورة صناعية بعد ذلك. تصف العبارة بقى، هل هنا بيصف أنهي مرحلة؟ وأنا حددت لك أهو إن هو بدأ في القرن الكام؟ في القرن السادس عشر مع انطلاق عصر الحداثة على ايد بيكون وجاليليو ونيوتن، اللي هو بداية المنهج العلمي، المنهج التجريبي. طيب هل هنا بداية تاريخية لمرحلة القهر والاستبداد؟ لا، لان مرحلة القهر والاستبداد جاءت المرحلة اللي بعد دي، بعد المنهج العلمي التجريبي، ولا بداية مرحلة الاستغلال والسيطرة، ولا بداية مرحلة التفسير والتوظيف، ولا البداية التاريخية لمرحلة الاحترام والصون؟ طيب انت حضرتك لما تيجي تفتكر معايا كده بسرعة المراحل المختلفة، طبعا لما تيجي تقول لي قهر واستبداد، المرحلة دي كان الانسان فيها بيحول الكائنات الحية عن طريق الاستنساخ، وعن طريق الريبوتات، وعن طريق ان هو وصل للهندسة الوراثية، يبقى هنا عمل تحول، ومش دي المرحلة اللي هو يقصدها. طب مرحلة الاستغلال والسيطرة دي كانت في العصر الحديث، وكانت مع المنهج التجريبي. بدأ الإنسان يستغل موارد الطبيعة لحياته وخدمته. طب مرحلة التفسير والتوظيف كانت مع الحضارة اليونانية، وديت كان فيها أرسطو بيحاول يفسر ويفهم العالم والوجود. طب البداية التاريخية للاحترام والصون هي المرحلة التي نحياها الآن، اللي بدأت مع وضع التشريعات وبدأت مع وضع القوانين. السؤال رقم 10 بيقول لك ايه بقى؟ السؤال رقم 10 بيقول لك من أقواله مستحيل أن يحدث تقدم بدون تغير، خاصة الذين لا يستطيعون تغير عقولهم وانطباعاتهم الخاصة. من الصعب أن يحصل ايه؟ ها؟ أن يحصل تقدم بدون تغير، خاصة الذين لا يستطيعون تغير عقولهم، الناس ما تقدرش تغير عقلها وانطباعاتهم الخاصة، فلا يستطيعون تغير أي شيء، اللي مش عارف يغير الكلام ده مش عارف يغير أي شيء.
المقالة السابقة تعطي مثالا لأحد عناصر الجانب السلبي عند بيكون وهي أوهام. هل هنا أوهام الكهف ولا المسرح ولا الجنس ولا الصوت؟ طب واحدة واحدة. أولا لما أجي أكلمك عن أوهام الكهف، لكل شخص كهفه الخاص، لكل شخص كهفه الخاص المرتبط به. وطبعا أوهام الكهف خاصة بكل فرد على حسب البدن، على حسب الذهن، على حسب التنشئة، على حسب التربية، بدي خاصة بيك أنت بس. وطبعا السؤال هنا بيقول لك يستحيل تقدم بدون تغير، خاصة الذين لا يستطيعون تغير عقولهم وانطباعاتهم. يعني هنا بيتكلم عن الحالة الخاصة المميزة، أهو الخاصة المميزة لكل فرد. يعني هو بالفعل رايح لأوهام الكهف اللي هو الكهف الخاص بيك أنت. طب نوضح معنى المسرح. أوهام المسرح اللي هي إيه؟ أوهام المسرح التأثر بالمشاهير، التأثر بالنظريات القدماء، بالفلاسفة، بالعلماء. يبقى هنا أنت إيه؟ ها؟ لغيت عقلك، لغيت التمحيص، لغيت التفكير ومشيت ورا المشاهير. الجنس اللي هو مشترك فيها الجميع، ودي اسمها الأوهام العامة ما بين الجميع بسبب العيوب اللي فين؟ اللي في الطبيعة بتاعت البشر. السوء اللي هي اللغة، أوهام اللغة، أخطاء اللغة الخاصة بالكلام. السؤال رقم 11، المبادئ والمعايير التي تمثل أساسا لسلوك أفراد المهنة. بص يقول لك مبادئ معايير تمثل أساس لسلوك أفراد المهنة، لسلوك أفراد أي مهنة. المستحسن التي يتعهد زملاء المهنة بالالتزام بها. يبقى هي مبادئ كل حد بيمارس المهنة ديت هيكون ملتزم بيها. ده مفهوم الوظيفة العامة ولا الأخلاق العامة ولا الأخلاق المهنية ولا الأخلاق المثالية. طب نوضح معنى واحدة واحدة. الوظيفة العامة وهي الوظيفة اللي الدولة بتبدأ إن هي توظف فيها بعض الناس. طبعا الوظيفة العامة بتحط قواعد، بتحط معايير، بتحط أسس الموظف يقوم بيها، مهام، مسؤوليات حضرتك ان انت هتقوم بيها، هدفها تحقيق المصلحة العامة، المصلحة العامة، وبتديك مرتب على الكلام ده، يبقى دي وظيفة عامة. الأخلاق العامة وهو الدستور، ودي الأخلاق العامة اللي اتحط جنبها الأخلاق المهنية كإيه؟ كجزء خاص. الأخلاق المهنية لأخلاق المهنة، وهي عبارة عن معايير تنظم الممارسات في مختلف ميادين العلم والتكنولوجيا، في مختلف ميادين العلم والتكنولوجيا، وعلاج الأنشطة والارتباطات إن كانت اقتصادية اجتماعية أو حل مشكلاته. أما الأخلاق المثالية اللي هي إيه؟ اللي هي حاجة مثالية، يعني ملهاش تطبيق في أرض الواقع. طب هو هنا بيتكلم عن مبادئ ومعايير تمثل لسلوك أفراد المهنة، أي مهنة. يبقى هنا أخلاق الإيه؟ المهنة، لأن أخلاق المهنة تنظم الممارسات في مختلف ميادين العلم والتكنولوجيا، ولا تنتظم، بص، لا تستقيم أي مهنة بدونها، لا تستقيم أي مهنة بدونها. طبعا لأن الأخلاق المهنية جزء من الأخلاق العامة، لأن الأخلاق المهنية أخلاق تطبيقية، أنا بحط قواعد تنظم العمل، لكن لا تستقيم أي مهنة إلا بتطبيق الأخلاق المهنية. وهو هنا قال لك إيه؟ سلوك أفراد المهنة مستحيل أن يتعدى زملاء المهنة إلا بالالتزام بها. يبقى هنا الأخلاق المهنية. السؤال رقم 12، علينا كتربويين، يعني مدرسين، كناس بتعلم، نعلم أبناؤنا فهم المعلومة لا حشوها. أفهم المعلومة مش ان انا احط لك حشو وكم وخلاص، وادراك الموضوع لا حفظه، ادراكه اي فهمه، وعمق التعلم لا النظر الى سطحه، ان انت تبدا ان انت عقلك يستوعب الابعاد بتاعته. تناقض العباره نقد، تناقض العباره، ها، تناقض العباره، العباره دي كده بتناقض نقد ايه؟ البيئات التي لا تعمق التفلسف، ولا البيئات التي تنمي التفلسف، ولا البيئات اللي بتحفز التفلسف، ولا البيئات التي تعق. خلي بالك هي تناقض العبارة نقد ايه بقى؟ نقد البيئات التي تعق التفلسف. لان احنا قلنا
بيئة الأسرة التي لا تقبل الحوار، أو الإعلام الذي لا يقبل بالرأي الآخر، أو التعليم اللائم على الحفظ دون الفهم. كل الكلام دوت لا يساعد على بناء التفلسف. خلي بالنا لأهمية التفلسف جدا، أهمية التفلسف مهمة جدا جدا، بقولتين أهو، لأنها أساس تقدم المجتمع. السؤال رقم 13، يطلق عليها التجارب من أجل النظر وتستخدم للدلالة على التحسس. خدت بالك؟ للدلالة على التحسس، يعني الحاجة أولية كده، تحسس يبقى شيء أولي، تحسس يبقى حاجة أنا لسه بكتشف بيها، لسه بكتشف بيها، لسه بشوف بدايتها في علم وظائف الأعضاء والباثولوجي. بسبب شدة تعقيد هذه العلوم يدل ذلك على دور التجربة. مين بقى هنا؟ ها، من أجل النظر وتستخدم للدلالة على التحسس. هل سلبية ولا مرتجلة ولا علمية ولا إيجابية؟ طب الأول سلبية، بتستخدم مع الظواهر الطبيعية اللي الباحث ما يتدخلش، ما يقدرش، زي البراكين والزلازل. طيب المرتجلة، وهي ديت اللي بستخدمها في الأول للاكتشاف، اللي هي تجربة أولية لاكتشاف خواص الأشياء واكتشاف الفروض. العلمية هي التجربة النهائية للوصول إلى القانون العام النهائي. والإيجابية من نجاعة بها. السؤال 14، الحواس أبواب المعرفة، فبالإحساس والتجربة تعرف الحالات الجزئية، وبالعقل تتوصل إلى الكليات. خدت بالك كده؟ انت الحواس بتاعتك هي المدخل للمعرفه، بس العقل بقى هو اللي بيبدا يودينا ها الى الكليات. نستخلص من العباره من استقرائيا يفتقر للقفزه الاستقرائيه، ولا يفحص كل مفردات الظاهره جزئيه جزئيه؟ لا، ده هنا بيقول لك الحواس ابواب المعرفه، فبالإحساس والتجربة تعرف الحالات الجزئية، اللي هو بالعقل تروح للكليات. ماشي، يفحص كل مفردات الظاهرة، لا مفيش هنا فحص، ها، ويفتقر للقفزة الاستقرائية، يعني ما بيتنقلش من الجزء للكلية ومن المعلوم للمجهول. لا طبعا، لأن دي كانت نقد للاستقراء التام. لو أنت فاكر إن هو يفتقر للقفزة الاستقرائية، يعني ما عندوش أجزاء للوصول إلى كليات، ها، يفحص كل المفردات، لا طبعا، ولا نتيجة تحصيل حاصل للمقدمات، لا، لأن تحصيل حاصل ده إحدى خصائص القضية الرياضية. لو أنت فاكر 2 في 2 ب 4 تحصيل حاصل، يعني لا تضيف شيء جديد، ولكن هي تحصيل حاصل للمقدمات. ولا ينتقل من المعلوم إلى المجهول، طبعا ينتقل من المعلوم إلى المجهول، لأنه انتقل من الجزيئات إلى الحالة الكلية. وهي من شروط الاستقراء إن الاستقراء لازم ينتقل من المعلوم إلى المجهول، يعني من المقدمات التي تم فحصها اللي هي الجزيئات إلى الحكم العام أو التعميم أو القانون العام التي تم التوصل إليه. السؤال رقم 15 بيقول لك إيه بقى؟ في السؤال رقم 15، فرضت متغيرات العصر التقني علمي نوع جديد من المسؤولية، فمن سيتحمل مسؤولية ثقب الأوزون؟ مين اللي يتحمل مسؤولية ثقب الأوزون الذي ليس له علاج؟ أو الاحتباس الحراري، أو انتشار الإشعاعات. خلي بالنا من الحتة دي، الحتة دي مرتبطة قوي باللي بيحصل أو هي يسود العالم الآن من تغيرات، ها؟ ماشي، فهل يقيد الأمر ضد مجهول؟ من نعاقب؟ إحنا نعاقب مين؟ هذا هو المأزق المعاصر الذي استوجب نظره جيداً لمفهوم المسؤولية وإعادة تعريفها، بحيث سننتقل إلى مجال الخطر المهدد للكل. تشرح العبارة دور في نشأة تطور البيوتيكا. مين اللي اتكلم عن المسؤولية أصلا؟ بص، وقال لك فين؟ في البيوتيكا، الرؤية والمسؤولية. هل جاكلين روس، هانز يوهانس، فان بيتر، دانيال كلهان؟ طيب، منين جاكلين روس هي اللي عرفت البيوتيكا؟ وقالت أن البيوتيكا علم معياري بيدرس سلوك الإنسان وقضايا الحياة والموت عشان تبدأ تحافظ على حياة البشر. هانز يونس هو صاحب فكرة المسؤولية اللي السؤال بيتكلم عنها، لأن هانز يونس قال أن البيوتيكا ذات طابع عالمي، طابع شمولي، أكد على معنى المسؤولية
اللي يربط فلسفة البيئة بالبيوتيقة مع ان هو حذر من خطورة التجارب على الحاضر والمستقبل. يبقى السؤال مع هانز يونس. تم فان بوتر علم البقاء، لانه اسس البيوتيقة وسماها باسم علم البقاء. دانيال كالهان قال ان هو هيعمل مركز يعلم فيه الناس الفكر البيوتيقي، كمان شارك في اول موسوعة بيوتيقية واول مجلة ناطقة بالبيوتيقة. دانيال كالهان. السؤال 16، جاء في كتاب الطاو الصوت والصمت يجاوب بعضهما القبل والبعد، يتبع بعضهما بعضا، يعني كل واحد تابع للآخر، كل واحد ماشي ورا الثاني. يجسد ذلك الفكر البيئي عند الصينيين القدماء من خلال الإيمان بالضرورة، لأن هنا بيتكلموا، خلي بالك، ها، يتبع بعضهما البعض، يعني ماشيين ورا بعض. طيب، ولا الطبيعة تمثل الطاو، المساواة بين الكائنات، ولا التمايز بين الكائنات؟ لا طبعا، هي بيتكلم عن الإيمان بالضرورة. والضرورة هي الحتمية، الضرورة هي الثبات، الضرورة أن نؤمن بالكائنات الحية كما هي، كما خلقها الله. يبقى نسيب الوجود كما هو دون تدخل من الإنسان. السؤال رقم 17، العلم الذي يحدد المثل العليا التي تحدد السلوك الإنساني، أي يبحث فيما ينبغي أن تكون عليه سلوكيات الإنسان. يبقى هو هيدرس ما ينبغي أن يكون عليه، خلي بالك، ها، ما ينبغي أن يكون عليه سلوك الإنسان. نستخلص مفهومين، الخير ولا الاستطيقة ولا المنطق ولا الأخلاق. طبعا علم، يبقى أنا هروح، بيجي يكلمنا عن علم، يبقى أنا هروح لإما للمنطق، ها، لإما للأخلاق. لإما للمنطق، لأنه هو أصلا وصفه بأنه علم، يعني ما قالش قيمة، ما قالش قيمة، ماشي، بس نبدأ إن إيه نفهم أهو. علم، يبقى أنا مش هينفع أقول قيمة الخير، مش هينفع أقول إيه قيمة الإيه الاستطيقة، لأن الاستطيقة، ها، دي قيمة هي والخير. يبقى أنا بقى بروح دماغي كده في المنطق والأخلاق. طب هنا بيتكلم عن السلوك الإنساني. طب السلوك الإنساني اللي بيميز فيه ما بين الفضائل وما بين الرذائل كان مين؟ علم الإيه؟ علم الأخلاق، علم الأخلاق. بس نوضح كده، قيمة الخير بيدرسها علم المنطق، ودي جاية بتبين الحق والباطل في الأقوال. الاستطيقة اللي هو علم الجمال في اللغة اليونانية، في اللغة اليونانية. المنطق، علم المنطق بيدرس قواعد التفكير السليم، ده شغال على قيمة الحق، يدرسها علم المنطق. لكن الأخلاق هي اللي بتدرس قيمة الخير، يدرسها علم الأخلاق. وطبعا قيمة الخير بيدرسها علم الأخلاق عشان تبين الفضائل والرذائل، وليها مسميات كتير، فلسفة الأخلاق والحكمة العملية والحكمة الخلقية. السؤال رقم كام؟ السؤال رقم 18. يقول جابر ابن حيان أن كل نظرية تحتمل التصديق والتجزئة لا يصح الأخذ بها إلا مع الدليل القاطع. المقولة تبرر أهمية أحد خطوات منهج جابر بن حيان. أنت خدت بالك إن أنت مش هينفع تاخد بأي قضية إلا بالدليل القاطع عليها، دليل قاطع. هل هنا المشاهدات والملاحظات الواقعية، التحقق من صدق النتائج اللازمة عن الفرض، جمع معلومات عن الظاهرة المدروسة، استنباط نتائج لازمة عن الفرض؟ أنا ما أرى كده، يبقى أنا عشان أوصل إن أنا أخذ بدليل قاطع، يبقى لازم أتحقق من صدق النتائج اللازمة عن الفرض. لأن جابر بن حيان قال لك يأتي الكيميائي بفرض يفرضه لتفسير الظواهر، بعد كده يستنبط من الفرض نتائج. الخطوة الثالثة بقى يتحقق من النتائج، يتحقق من النتائج، هو تحقق من صدق النتائج اللازمة عن الفرض. فإن جاءت صادقة تحولت إلى قانون، وإن كانت كاذبة نتخلى عنها. تاني، إن جاءت صادقة تحولت إلى قانون، وإن جاءت كاذبة نتخلى عنها. يبقى كده التحقق من صدق النتائج اللازمة عن الفرض. السؤال رقم 19 يقول، وإذا كانت الطبيعة تبتدئ
من الأسباب وتنتهي في التجريب عليها. فمن الواجب أن نسلك طريقا معاكسا، فنبتدئ من التجربة لتنتهي بواسطتها إلى الأسباب المفسرة. نستخلص مما تحته خط اثنين من خطوات المنهج الاستقراء التجريبي، وهما، وأنا بيتكلم عن خطوتين من خطوات المنهج التجريبي، هل هنا المشاهدة الدقيقة اللي هي الملاحظة، الإجراءات المصطنعة اللي هي التجربة، يبقى دي كده ملاحظة، والتانية دي اسمها تجربة. بس هو قال لك إيه؟ من الواجب أن نسلك طريقا معاكسا. إيه هو بقى؟ نبتدي من التجربة اللي هي إيه؟ لازم الأول تعمل تجربة إجراءات مصطنعة، لتنتهي إلى الأسباب اللي هي القانون، يبقى دي مش هتنفع. ماشي. تفسيرات نهائية اللي هي قانون، ومشاهدات دقيقة اللي هي ملاحظة. يبقى دي يقصد بيها قانون، دي يقصد بيها ملاحظة، يبقى دي برضو مش هتنفع. طب إجراءات مصطنعة اللي هي تجربة اللي هو بيتكلم عنها هو، وأسباب مفسرة تفسير نهائي اللي هو قانون، أيوة هي دي اللي هتنفع يا برنس، وهي دي اللي هشتغل عليه. ولا تفسير مؤقت وأسباب طبيعية، لا طبعا مش هتنفع إن أنا أشتغل عليها، يبقى هنا اخترت جيم الإجراءات المصطنعة والتفسير النهائي. السؤال رقم 20. سؤال رقم 20 بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك ايقظ علم البيوتيقى ضمير الانسان، وينتظر من الفكر البيوتيقي ان يساهم بشكل كبير في ترسيخ الديمقراطيه والحوار والتسامح والتضامن وحقوق الانسان خلال القرن الواحد والعشرين. خلال القرن الكام؟ الواحد والعشرين. طيب يشير ذلك الى ظهور الفلاسفه في اللجان الاخلاقيه، خلي بالك، ولا نشر قيم جديدة لتنظيم العمل في ميادين الطب، ولا مناقشة الفكر البيوتيقي بعض المفاهيم الفلسفية، خلي بالك. والسؤال ايه؟ ها، من الفكر اللي يعني يساهم بشكل فيه ترسيخ الديمقراطية. طب ما الديمقراطية دي ايه؟ هل لجان أخلاقية؟ لا. طب في ميادين الطب؟ لا. هل مفاهيم فلسفية؟ هي مفاهيم فلسفية. يبقى مناقشة الفكر البيوتيقي لبعض المفاهيم الفلسفية زي الديمقراطية، حقوق الإنسان، الحوار، التسامح، التضامن، حقوق الإنسان في القيمة. هنا مفاهيم ولا تأكيد أقطاب الفئة على طابعه العلمي والعمل؟ لا. يبقى أنا هنا بختار جيم مناقشة الفكر البيوتيقي بعض المفاهيم الفلسفية. السؤال رقم 21 بيقول لك يرى ديكارت أن المعرفة اليقينية لم نجدها خارج الوحي الإلهي إلا في الرياضيات. إحنا مش هنجدها خارج الوحي الإلهي إلا في حالة واحدة بس، هي في الرياضة. خارج الوحي الإلهي إلا في الرياضة. طب هنا هتشير إلى أنهي نظرية من نظريات الرياضة؟ طبعا إحنا عندنا أربع نظريات من نظريات الرياضة، طيب بنيجي نتكلم هنا بقى، هو بيقول لك المعرفة اليقينية الثابتة، المعرفة الثابتة لا تجدها خارج الوحي الإلهي إلا في الرياضيات. هل هنا بيتكلم عن يلزم عن مطابقتها للواقع الخارجي؟ لا طبعا، ما فيش مطابقه للرياضه مع الواقع. ولا احتمال يقبل النقاش؟ لا طبعا، ما يكونش احتمالي. يلزم لزوما ضروريا عن المقدم؟ دي تنفع. طيب نشوف بس اللي جاي. يلزم لزوما احتماليا؟ لا، وما بيلزمش لزوما احتماليا، يبقى يلزم لزوما ضروريا، لانه بيعبر هنا عن اليقين او بيعبر عن الثبات. وكل نظريه رياضيه تعبر عن اليقين وتعبر عن الثبات، عشان كده هروح اختار جيم. طبعا انا عارف ان الاسئله فيها شغل، فيها تفكير، بس احنا نفسرها واحده واحده وتوصل للاجابه وتتعلم ازاي انت بتوصل لها وبالتفسير. سؤال 22 يقول الداله العطفيه داله مركبه. داله العطف دي داله ملا مركبه، لانها جملتين. طبعا يا اولاد الشرح كاملا نازل على اليوتيوب، ها، للقسم كله، للفلسفه لوحده، للمنطق لوحده، تقدر تدخل تستمع للشرح كاملا، تفتكر بيه كل جزئيه مع حل اسئله ثانويه عامه كمان مع الاسئله دي. ها، يبقى هنا الداله العطفيه داله مركبه من متغيرين، ومن الواضح ان قيمه الصدق هذه الداله لا يمكن معرفتها الا بعد معرفه قيمه صدق المكونين الداخلين في تركيبها، الا بعد معرفه قيمه الصدق للمركبين اللي داخلين في التكوين ايه بتاعها. طيب ينتج عن عكس وضع القضيتين المكونتين لدالة العطف، ينتج ايه بقى لو احنا عكسنا وضع القضيتين؟ ها،
تغير في قيم الصدق؟ لا، مش هيحصل تغير في قيم الصدق. تكافؤ منطقي بين القضيتين؟ اه، ينفع تكافؤ منطقي. طب نشوف ايه؟ تناقض طرفي القضيه المركبه؟ لا، مفيش تناقض هنا. تنافر طرفيها؟ لا، يبقى هيحصل تكافؤ منطقي، لان احنا قلنا ان داله العطف تتصف بالخاصيه التبادليه، يعني يمكن عكس وضع القضيتين دون ان تغير قيم الصدق. السؤال 23 بيقول لك ايه بقى؟ السؤال 23 بيقول لك: يرى بعض المفكرين ان من اهم مصادر اخلاق المهنه هي منظومة القيم الخاصة بالفرد طبقا لتربيته وتكوينه ودرجة تدينه ومنظومة القيم السائدة في المجتمع بصفة عامة. هنا بقى تجسد العبارة رؤية حول المصدر الذي تشتق منه أخلاق المهنة. هو هنا بيشتق أخلاق المهنة منين؟ من الفريق الثالث ولا الفريق الأول ولا الفريق الثاني ولا الفريق الرابع؟ طب هو الفريق الثالث كان بيتكلم عن ايه؟ ضرورة فحص الأخلاق قبل وضع الأخلاق بتاعتها. الفريق الأول قال لك الطابع العام والطابع الخاص. الفريق الثاني هيعمل عملية ربط ما بين الايه؟ الأخلاق والثقافة السائدة. طب وهنا السؤال بيقول ايه؟ بيقول لك يرى بعض أن من أهم مصادر الأخلاق هي منظومة القيم الخاصة بالفرد طبقا لتربيته وتكوينه درجة تدينه ومنظومة القيم السائدة في المجتمع بصفة عامة. يعني هنا بيتكلم عن ربطها بالثقافة السائدة في المجتمع. يبقى أنا هروح للفريق الإيه؟ التاني، اللي هو قال لك إن أنت هتعمل عملية ربط بالثقافة السائدة في المجتمع. السؤال 24: إن التقنية المعاصرة أدت إلى تلوث هائل لمختلف بيئات الأرض تلوثا كيميائيا وحراريا وإشعاعيا عن طريق ما قذفته المصانع وأجهزة التقنيات الحديثة من كميات هائلة من الإشعاع والحرارة والغازات والنفايات السامة والصلبة إلى الهواء والبحر والتربة. تعكس العبارة أنهي مرحلة؟ هو هنا بقى بيكلمك عن مرحلة من مراحل علاقة الإنسان مع البيئة. أنهي مرحلة؟ هل هنا قهر واستبداد ولا تفسير وتوظيف ولا استغلال وسيطرة ولا احترام وصون؟ خلي بالك هو بيتكلم إن التقنية الإيه؟ المعاصرة، يعني في العصر المعاصر أو العلم المعاصر، أدت إلى تلوث هائل مختلف البيئات، إشعاعين ومصانع، تقنية حديثة وغاز ونفايات وتربة وبيحق. يبقى بيتكلم عن القهر اللي هي أثرت على البيئة بشكل، عمل التحول أصلا في البيئة، عمل التحول أصلا في البيئة. السؤال رقم 25 بيقول لك: سيزداد احتياطي العملة الصعبة إذا وافقت، إذا، خلي بالك أهو، ازدادت الصادرات. الصياغة الرمزية المعبرة على طول إذا وافقت إذا الإيه؟ التشارط، لأن الشرط إذا والفصل اللي هو او والوصل الواو، يبقى انت كده هو رحت على طول للايه؟ للتشارط. سؤال جميل جدا وسهل قوي. سؤال 26 بيقول لك ايه؟ كل الفواكه مضر، كل الخضروات فواكه. طبعا انت عارف ان في الرابط اهوت، المفروض الباقي ينزل في النتيجه. كل الخضروات مضره، يبقى انا عملت الميزان بتاعي للحجه، يبقى الحجه كده صحيحه. طب الحجه دي كده استنباطية ولا استقرائية؟ طبعا برافو عليكم، هي ايه؟ ها، استنباطي. ليه استنباطية؟ لان النتيجة تلزم عن المقدمة، النتيجة تلزم عن المقدمة لزوما ضروريا بصورة ضرورية. يبقى كده نيجي نختار بقى: لزومية سورية مقدماتها كاذبة ونتيجتها كاذبة. طب ما تيجي نوزن بقى مقدمات والنتائج. كل الفواكه مضرة، لا طبعا الفواكه مضرة، يبقى الخبر اللي جايبها هنا كاذب. طيب كل الخضروات فواكه، لا طبعا، يبقى الخبر اللي جايبها هنا كاذب. كل الخضروات مضرة، الخبر اللي جايبها هنا ايه؟ كاذب. طيب واحنا قلنا ان هي استنباطية، ماشي نكمل بس. صحيحة مقدماتها مطابقة للواقع وكذلك نتيجة مطابقة للواقع، لا طبعا، ها يبقى دي مش هتنفع.
به دي مش هتنفع. ها طب متناقضه منطقيا؟ لا استنباطيه. ازاي متناقضه منطقيا؟ طب متناقضه منطقيا رغم مخالفه القضايا؟ لا طبعا مش متناقضه منطقيا، يبقى هي لزوميه سوريه لانها استنباطيه ولكن مقدماتها كاذبه ونتيجتها كذبه. خدت بالك هنا الحجه ديت جبنا فيها الحكم بتاعها ومعاها كمان الحكم عليها بتاع الباب ان كانت تتكون من جمل خبريه صادقه ولا كاذبه. طبعا انت عارف ان اي حجه استنباطيه تتكون من جمل خبريه، ولكن الجمل الخبريه لا تؤثر في بناء الحجه، يعني ما تاثرش معانا. اهم حاجه ان النتيجه تلزم عن المقدمات لزوما ضروريا. يلا نقول بسم الله ونكمل السؤال كام؟ 27. السؤال 27 بيقول لك تحرص مؤسسات الرعايه الصحية على وضع خطوات محددة وواضحة لما بعد العمليات الجراحية أو الاستشفاء من الحالات المرضية النفسية. تحدد العبارة أخلاقيات إيه؟ هنا بقى بيتكلمك عن أخلاقيات إيه من الأخلاقيات اللي إحنا اتكلمنا عنها؟ هل أخلاق البحث العلمي ولا أخلاق العيادة؟ السياسة الصحية ولا المجتمع؟ الأول تعالوا نوضح إن البحث العلمي هو قواعد أخلاقية، قواعد أخلاقية يعني أخلاق إيه؟ للبحث اللي بيجعل الإنسان موضوعًا للدراسة، اللي بيجعل الإنسان موضوعًا للإيه؟ للدراسة، يبقى ده كده بحث علمي. طب العيادة اللي هو إيه؟ رسم خارطة العلاج للمريض للتخفيف عن آلامه، أكتب له روشتة وأقول هو هيعمل إيه؟ وطبعا مناقشة المشكلات أمام سرير المرضى أو داخل غرفة العمليات أو في الاستشارات الطبية. السياسة الصحية هي القوانين اللي بتضعها الدول أو السلطات الطبية المتخصصة ليه؟ عشان تحافظ على صحة مواطنيها. طب والمجتمع ماليش دعوة بيه؟ طب هنا بيتكلم عن مؤسسات الرعاية الصحية على وضع خطوات محددة، يعني رسم خطة لما بعد العمليات الجراحية أو الاستشفاء. يبقى أنا بتكلم عن أخلاق العيادة، رسم الخارطة للوصول الى افضل نسب العلاج مع المرض. السؤال 28 بيقول لك ايه؟ عند التفكير في امر ما يجب ان تعالج المشكله بعمق كبير في التفكير والتفسير من اجل ان يكون التفكير مناسبا للتعقيد والتشعب في المشكله او الموقف والخروج من مجرد السطحيه في المعالجه. انت خدت بالك يعني لما تبقى واقف قدام مشكله معينه حضرتك المفروض ان انت ما تاخدش بسطحية المشكلة ولكن تصل إلى العمق عشان تعرف تعالجها. طيب هنا تكشف العبارة عن مفهوم القيمة ألا الأخلاق ولا المعرفة ولا التفلسف. طبعا أما أجي أروح للتفلسف. ليه؟ لأن التفلسف ده ضرب من النظر العقلي لمعرفة حقيقة الأشياء تاني يبقى هي إيه؟ ضرب من النظر العقلي لمعرفة حقيقة الأشياء بدلا من قبولها على علتها، أيما على النقد، والنقد هو عبارة عن مزايا وعيوب. يبقى هنا التفلسف ضرب من النظر العقلي لمعرفة حقيقة الأشياء والقيام بالنقد المزايا والعيوب. السؤال 29 من أقواله الشك في البديهية، يعني الشك في مبادئ العقل الفطري. إن حضرتك لو شكيت في البديهيات أصلا، في البديهيات، وطبعا أنت عارف إن البديهيات دي شيء مسلم به، ماشي؟ شيء مسلم به. فبيقول لك هنا الشك في البديهيات، يعني الشك في مبادئ العقل الفطري. نستخلص من المقولة السابقة أن البديهية قضية مبرهنة برهانا دقيقا. لا طبعا، لأن أنت عارف أن البديهية قضية واضحة لا تحتاج إلى برهان. أي ما على اتساق العقل، قواعد العقل، مبادئ العقل، العقل بيتفق عليها. ولا تناقض نفسها منطقيا؟ لا طبعا. ولا مطلوب البرهان عليها؟ لا طبعا. ولا صدقها ذاتي ويقيني؟ اه طبعا صدقها ذاتي ويقيني، لأن البديهية واضحة لا تحتاج إلى برهان أو دليل لتوضيحها. السؤال رقم 30 يقول أن العالم يبدأ بالحصيلة المعرفية السابقة وهي التي تحدد له المشكلة، وعبقريته العلمية تجعله يتوصل إلى فرض،
ومن هنا يلجأ إلى الملاحظة ليختبر النتائج المترتبة على الفرد. تصف مقولة بوبر المنهج. هنا بقى المقولة اللي بوبر بيتكلم عنها، تصف أنهي منهج؟ هل الاستقراء التقليدي بتاع الباب الأول؟ ولا الاستقراء التمثيلي اللي هو المماثل برضه باب أول؟ ولا الاستنباط الرياضي باب تاني؟ ولا العلم المعاصر؟ بص قال لك إيه؟ العالم بيبدأ بالحصيلة المعرفية اللي عنده السابقة، يعني حاجة قديمة، هي التي تحدد له المشكلة، وعبقريته العلمية تجعله يتوصل إلى فرد، ومن هنا يلجأ. يبقى الأول بدأ بالفرد، بعد كده بيبدأ بالملاحظة ليختبر النتائج المترتبة عن الفرد. حتة اختبار النتائج المترتبة على الفرد كنا بنقولها في المنهج العلمي المعاصر، لأن المنهج العلمي المعاصر بتجيب فرد أصولي تستنبط من الفرد نتائج، بعد كده تاخد النتائج تختبرها بالملاحظة والتجربة، فإن صدقت تحولت إلى قانون، وإن كذبت نتخلى عنها. يبقى هنا المنهج العلمي المعاصر. السؤال 31: فاكهة جوز الهند يصعب استخدامها كغذاء بشكل مباشر، وإنما يتدخل الإنسان لتحقيق ذلك. الإنسان هو اللي بيتدخل فبيحولها لحاجة تصلح. يمكن اعتبار ذلك مثالا معبر عن قيمة العمل في نهضة الأمم، من حيث تحويل الطبيعة، تمييز بين الإنسان والحيوان، الاعتماد على القوى الجسمية، الاعتماد على التقنيات الحديثة. لا طبعا هنا تحويل الطبيعة، إن هنا حول نبات زي جوز الهند إلى شيء صالح للاستخدام. السؤال 32: لتحقيق الرعاية الصحية السليمة في البحث العلمي يجب إرساء دعائم مسؤولية الطبيب تجاه مرضاه. يبقى المفروض إن أنا بقول للطبيب إيه المسؤولية اللي عليك عشان تؤمن. أي من الأمثلة التالية يؤكد على هذا المبدأ: تقصير الطبيب في توضيح المعلومات للمريض، ولا اتخاذ إجراءات طبية من قبل الطبيب قد تضر المريض، ولا تحقيق مبدأ المساواة بين المرضى، ولا خداع المريض وعدم النظر إلى مصلحته. طبعا هو بيتكلم هنا مسؤولية الطبيب، يبقى تحقيق مبدأ المساواة بين المرضى، إن هو يساوي ما بين المرضى، لأن طبعا من مبادئ الرعاية الصحية المساواة بين جميع المرضى، ما فيش فرق ما بين شخص وآخر على حسب الدين أو المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي، الجميع متساوي أمام الرعاية الصحية. السؤال رقم كام؟ السؤال رقم 33. سؤال 33 بيقول لك إيه؟ تعد حمى البحر المتوسط العائلية من الأمراض المنقولة وراثيا، وهذا المرض يصيب بوجه عام الأشخاص الذين هو من أصل منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط والأتراك والعرب والأرمن. تدعم العبارة قول رؤية علي بن رضوان من حيث إيه؟ هنا هو كده دعم لكلام علي بن رضوان من حيث أثر البيئة في العادات والتقاليد. لا، هنا ما بيتكلمش عن العادات والتقاليد، بيتكلم عن الأمراض. ولا أثر الموقع والمناخ في الإصابة بالأمراض؟ طبعا. ولا الربط بين الأسباب والنتائج؟ لا، مفيش ربط ما بين الأسباب والنتائج. ولا علاقة المكان أو جودة المناخ بانتشار الأوبئة؟ لا، هو هنا بيتكلم عن أثر الموقع والمناخ في الإصابة بالمرض، لأن هنا ربط الموقع والمناخ الإصابة ببعض الأمراض. السؤال رقم 34 بيقول لك إيه؟ من أقوال أينشتاين: كلما اقترب من الواقع أصبحت غير ثابتة، وكلما اقتربت من الثبات أصبحت غير واقعية. لما اقتربت من الواقع أصبحت غير ثابتة، يعني خدت شكل الاحتمال، وكلما اقتربت من الثبات أصبحت غير واقعية. لو أنت رحت لحالة الثبات هتبقى غير واقعي، مش هتتسم بالصورة الواقعية. طيب، هنا بتكشف عن أحد خصائص العلم في المنهج العلمي المعاصر. يعني هو بيتكلم عن ان الحقائق العلميه كده هيحصل لها عمليه ايه؟ تغيير مع الوقت او مع الزمن او مع الواقع او الاحتماليه. طب هل هنا محايده وموضوعيه؟ طبعا الحياد والموضوعيه اللي انت بتعتمد على التجارب في اصدار النتائج، التجارب، وما بتدخلش ارائك الشخصيه، ولا قابله للتقدير والقياس اللي هو استخدام لغه الرياضه، ولا قابلية للنقاش والتعديل، إن أنا أقدر أغيرها وأعدلها، وده معنى السؤال، ولا مجردة وعامة يعني لها قانون عام. لا طبعا هنا بيتكلم عن قابلية للنقاش والتعديل، لأنها قابلة للتقصي. يعني إيه للتقصي؟ يعني للتحقق منها.
للتحقق منها، قضايا العلم قابلة للتقصي والتحقق منها، فمع الزمن يمكن أن تتغير ويحصل فيها تعديلات. السؤال 35 يورد تخيل أنك تعاني من ألم في المعدة وتذهب للطبيب فيقول لك أن سبب مرضك هو اسداد تدفق الطاقة في عمودك الفقري، ولن تكون راضيا عن هذه النظرية لأنها هراء، فمثل هذه الطاقة لم يتم شرحها قط ولا يمكن اختبارها. بص بيقول لك ايه، انسداد تدفق الطاقة في العمود الفقري، ودي لم يتم شرحها قط ولا يمكن اختبارها، يعني لا تعرف تشرحها ولا تعرف تختبرها اصلا. طيب، ما تحته قط يمثل توظيف لاحد خصائص الفرد في المنهج العلمي المعاصر، احدى الخصائص. طيب، هو هنا بيعبر عن انهي خاصية من خصائص المنهج؟ هل القابلية للتفنيد بالإضافة للتأييد؟ لا، مش عارف تختبرها أصلا، مش عارف تختبرها، ولا كيان واقعي لا يخضع للإدراك الحسي المباشر؟ يعني بص لك إيه؟ هذه الطاقة لا يتم شرحها قط ولا يمكن اختبارها، ولا تتحقق منه بطريقة تجريبية مباشرة؟ لا طبعا، ولا يفسر عدد من الفروض أو القوانين. هنا بيتكلم عن أنها كيان واقعي لا يخضع للإدراك الحسي، لأن قال لك هذه الطاقة لا يتم شرحها قط ولا يمكن اختبارها، أنها لا ترى، فهي كيان واقعي، هي موجودة بالفعل، الناس بتشتكي من ألم العمود الفقري، ولكنها لا تخضع للإدراك الحسي المباشر، أنت مش هتقدر تشوفها، مش هتعرف تشوف العمود الفقري، إن الطاقة ما دخلتش فيه، يبقى هنا كيان واقعي. طب ما القابلية للتفنيط والتأييد؟ التفنيط اللي هو إيه؟ التكذيب، والتأييد اللي هو التصديق. طب تتحقق منه بطريقه تجريبيه مباشره، يعني باجراء التجارب بشكل مباشر، ولا يفسر عدد من الفروض والقوانين، ان هو بياخد عدد كبير من الفروض والقوانين فيتم تفسيرها. هنا طبعا اخترنا هوت رقم ب. السؤال رقم 36 بيقول لك يبقى يرى ويليام ويل ان الاكتشافات التي توصلت اليها العلوم الاستقرائيه اللي هي زي الفيزياء والكيمياء انما يرجع الفضل فيها لفاعليه المنهج الفرد الاستنباطي، بمعنى أن الكشف العلمي يرجع أساساً إلى الفرضية لا إلى الاستقراء. بيرجع في الأساس إلى الفرضية، الفرضية هي الفروض اللي هي مرتبطة بالعقل مش إلى الاستقراء، مش يوظف القول السابق دلالة على أسبقية مين؟ هل التجربة على الفرد؟ لا، ولا الفرد على التجربة؟ هو هنا بيوظف إن المنهج العلمي المعاصر أصلاً وبيبدأ بالفرد ثم الإيه؟ التجربة. الدليل على كده ان في القواعد الاسترشاديه كان بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان انت تبدا الاول بالفروض، بعد كده تستنبط منها ايوه النتائج، بعد كده تاخد النتائج تختبرها، فان صدقت تحولت الى قانون. 37 بيقول لك ايه؟ ان تنوير العقل الانساني بالمعرفه العميقه للامور يؤدي الى محو الغل بالاراء والمبارزه الفكريه المتطرقه. يعني ايه؟ يعني حضرتك اما تقعد تفكر في الحاجه هتبعد عن حالة التطرف أو حالة الفكر السطحي. طيب، نستخلص من ذلك أحد وظائف التفلسف في أنه ينتج شخصيات تتسم بالصدق والصراحة وما تكلمش عن كده، ولا ينتج عقولا ناضجة واسعة الأفق أو مش بيتكلم عن كده، ولا يزيل التعصب والسلبية والعنف. هو هنا بيتكلم عن إن حضرتك هتبعد عن الغلو و المبارزة الفكرية المتطرقة، يبقى هنا يزيل التعصب والسلبية والعنف يؤدي إلى التقدم السريع للمجتمع. هو هنا ما اتكلمش عن تقدم المجتمع، ولكن يتكلم عن تنوير العقل من أجل البعد عن الغلو، يعني يزيل التعصب والسلبية والعنف. السؤال 38، التصرف الأخلاقي والالتزام بمواثيق المهنة يعزز سمعة المنظمة على سعي البيئة المحلية والإقليمية والدولية، هذا بالتأكيد له مردود إيجابي على المنظمة. أنت خدت بالك التصرف الأخلاقي والالتزام بالمواثيق يعزز السمعة، وأنا بيتكلم عن السمعة، يعني أنت اديت سمعة كويسة عن المنظمة. طب هنا بيتكلم عن أهمية الالتزام بمواثيق المهنة من حيث صورة ذهنية، وطبعا الصورة الذهنية إن المتعاملين مع المؤسسة يأخذ عنها صورة إيجابية، يعني سمعة جيدة، يعني سمعة جيدة، ولا تحسين الأداء، وطبعا ده مرتبط بتحقيق الأرباح
يؤدي إلى تحسين الأداء ورفع الكفاءة، إلى تحسين الأداء ورفع الكفاءة، ولا الالتزام بالمسؤولية القانونية اللي هو عدم تلوث البيئة، عدم تلوث البيئة والحفاظ على المسؤولية الاجتماعية، ولا الاستخدام الأمثل للموارد اللي هو قرارات إنتاجية جيدة تؤدي إلى عدم هدر الإنتاج مع الاعتماد على آلات حديثة عشان تنتج حاجة صح ولا تضر العمال. أنا هنا في السؤال ده هو رايح للصورة الذهنية، لأن هنا بيتكلم عن إن أنت خدت سمعة إيجابية عن المؤسسة. السؤال رقم 39 بيقول لك إيه؟ إن الخير والشر لا يدلان على شيء إيجابي في الأشياء منظورا إليه في ذاته، وإنما هما أحوال للفكر أو موضوعات فكرية نكونها من مقارنة الأشياء بعضها ببعض. خلي بالك، الخير والشر لا يدلان على شيء إيجابي في الشيء في ذاته. أمال إيه بقى؟ قال لك إنما هما أحوال للفكر أو موضوعات فكرية نكونها من مقارنة الأشياء، إن إحنا نعمل مقارنة ما بين الأشياء وبعض. وهكذا يمكن أن يكون الشيء الواحد في الآن يعني في نفس الوقت نفسه خيرا وشرا وسويا إزاء هذا وذاك. يعني هو كده بيتكلم عن أن كل واحد فينا هينظر للأشياء للخير أو للشر من وجهة نظره. أنت شايف أن ده خير يبقى خير ليك، وأنت شايف أن هو شر يبقى شر ليك. مين اللي قال الكلام ده؟ بروتاغوراس. لأن بروتاغوراس قال الإنسان معيار الأشياء جميعا، قال على الحاجة خير يبقى خير بالنسبة له، قال على حاجة شر يبقى شر بالنسبة له. لكن سقراط قال لك إن العقل مصدر الأخلاق، وطبعا هنا بيتكلم عن العقل لأن العقل خلى القيم ثابتة ومطلقة. طيب جورج مور القيمة في الفعل ذاته، توماس هوبز اللي ربطها بالشهوة. 40 بيقول لك افترض العالم عام 1809 أنه إذا تم وضع كمية من الغاز في وعاء مغلق ذي حجم ثابت فإن ضغط الغاز يزداد مع درجة الحرارة. بص قال لك إيه؟ إذا تم وضع كمية من الغاز في وعاء مغلق زاد حجم ثابت فإن ضغط الغاز يزداد مع درجة الحرارة. يوضح القول السابق أحد شروط الفرض العلمي في المنهج العلمي المعاصر. هنا بيوضح إحدى الشروط بتاعت المنهج العلمي، هل يحدد علاقة بين متغيرين؟ ولا يشير إلى كيانات واقعية؟ ولا يفسر ظاهرة مفردة؟ هو أولاً ما ينفعش في المنهج العلمي المعاصر يشير إلى أصلاً كيانات واقعية عشان لسه نكون متفقين، وما بيفسرش ظاهرة مفردة. يتحقق منه بطريقة ما ينفعش. هو أصلاً معنى الجملة رايحة إنها تحدد إلى علاقة بين متغيرين، والباقيين أصلاً مستبعدين لأنه أصلاً ما يصلحوش أصلاً، ما يصلحوش أصلاً. هنحدد علاقة بين متغيرين ما بين الغاز والضغط والحجم، يبقى هنا رحت اللي رقم ألف يحدد علاقة بين متغيرين. السؤال بعد كده 41 بيقول لك إن الآلات المخصصة لميكنة الفكر والتي يتلخص عملها في استقبال وحفظ ومعالجة المعلومات ضمن منطق قاطع تسمى آلات الإعلام المنطقي، تستخدم هذه الآلات في الترجمة الأوتوماتيكية من لغة إلى أخرى وفي معالجة نتائج البحوث العلمية آليا. تعدل آلات الإعلام المنطقية السابقة اعتماد مشروع الذكاء الاصطناعي عليه. هنا بيتكلم عن مشروع الذكاء الاصطناعي إن هو اعتمد على الأنسقة الصورية الصارمة، ولا محاكاة الوظائف الذهنية، ولا ابتكار نسق منطقي مرن، ولا اجتناب صرامة المنطق. خلي بالك واتكلم عن ايه، ها، ومعالجة المعلومات ضمن منطق قاطع تسمى آلات الإعلام المنطقية، تستخدم هذه الآلات في الترجمة الأوتوماتيكية من لغة إلى أخرى في معالجة نتائج البحوث آليا. تعلل آلات الإعلام المنطقية اللي هو اعتمدت على منطق قاطع. هروح هنا للأنساق السورية الصارمة لأن هنا اعتمدت على صورة سورية ولكنها صارمة وثابتة استخراج النتائج. السؤال رقم 42 الآلات
اللاعبة تقوم على مبادئ الرياضيات الحديثة، ومؤسسها أحد علماء الرياضيات الكبار، بمعنى أن مبدأ عمل هذه الآلات يقوم على الشطرنج مثلا على إعطاء قيم لكل قطعة وكل موقع، مثلا الملك 2، الوزير 9، الفيل 3، الأخ والحركة 1 أو 0. نستنتج من المبدأ السابق إسهامين للمنطق في تحقيق الحاسب الآلي، وهما هنا بنتكلم كده عن 2 من إسهامات المنطق في الحاسب الآلي. هل مصطلحات بديلة للرموز ووصف لغوي؟ لا طبعا، ما بيعتمدش ده هنا رموز أصلا وصفر واحد. بناء دوائر إلكترونية ووصف لغوي، ما ينفعش يكون في الكمبيوتر وصف لغوي أصلا. مصطلحات بديلة للرموز وبناء دوائر إلكترونية، هو ما فيش مصطلحات تنفع تكون بديلة للرموز. متغيرات جبرية ومنطق ثنائي القيم، هي متغيرات جبرية، لأن طبعا لما جينا نأسس أجهزة الحاسب الآلي اعتمدت على لغة رمزية ثابتة، يعني حضرتك بتعمل إيه؟ أنت بتغير الكلام الذي قد يحتمل أكثر من معنى إلى رموز ثوابت يمكن الاعتماد عليها، تتسم بالثبات وتدينا نتائج دقيقة. السؤال 43 بيقول لك إيه بقى؟ وجود وزير الصحة، وجه وزير الصحة بإضافة نظام إلكتروني لمتابعة قياس مؤشرات الأداء وجودة الخدمة الصحية المقدمة للمرضى ومتابعة قيام المستشفيات بتنفيذ القرارات الصادرة بما يساهم في تقدم أفضل خدمة طبية للمرضى، وكذلك التطوير المستمر لأساليب تقديم الخدمة. جسد ذلك إحدى مستويات السياسة الصحية، ده بيجسد بقى إحدى مستويات السياسة الصحية. هل هنا توزيع الموارد الصحية؟ هل الصحة العمومية؟ هل معرفة المؤسسات العلاجية ولا منظومة العلاج؟ خلي بالك هو قال إن إحنا عايزين نعمل نظام إلكتروني عشان نبدأ نقيس مؤشرات الأداء وجودة الخدمة، بس قال لك لا، عشان تقدم أفضل خدمة طبية للمرضى وكذلك تطوير مستمر لأساليب تقدم الخدمة، يبقى هو بيتكلم عن منظومة العلاج اللي هو عايز يقدمها على مستوى الجمهورية لكل الأفراد لازم تكون جيدة. السؤال 44، في ظل ما نشهده من تراجع لمقومات البيئة ما يمثله من خطر على أجيالنا، ينبغي تعاوننا كبشر مع باقي الكائنات. احنا لازم نتعاون كلنا كبشر مع باقي الكائنات، لان الانسان مش هينفع يعيش لوحده في البيئه، بدلا من المساعد في فنائها لحفظ التوازن البيئي وسعاده اجيالنا. خلي بالك بيتكلم عن الاجيال، بيتكلم عن التعاون. هل هنا البيئه لغه؟ طبعا انت عارف ان البيئه لغه بواء او تبوء، وطبعا المكان او المنزل الذي يعيش فيه، اخلاق المسؤوليه اللي بتقول ان الانسان ما ينفعش يعيش لوحده، ولكن هيعيش في وسط الكائنات الأخرى ويتعاون معاهم، يبقى هو ده الأقرب. ولا البيئة اصطلاحا كل ما يحيط بالإنسان ويؤثر فيه، ولا الأيكولوجيا الضحلة القديمة. طبعا السؤال هنا رايح لأخلاق المسؤولية اللي بتنص على مسؤولية الإنسان تجاه الأجيال القادمة. السؤال 45 بيقول لك، تشترط قوانين الصيد اليوم في بعض البلدان عدم الصيد بالمواد السامة أو بالديناميت، وكذا الديناميت ده اللي هو المفرقعات يعني، وكذلك وضع زريعة أسماك صغيرة بديلة للحفاظ على الثروة السمكية. تقسم العبارة في تدعيم دعوة الفلاسفة ليه؟ احترام حقوق الكائنات من نبات وحيوان، قام التوازن بإيه؟ احترام حقوق الأجيال القادمة، احترام الأجيال الحاضرة. لا طبعا هنا هو عايز يعمل توازن بيئي، والدليل على كده إن هو بيعمل ذريعة من الأسماك الصغيرة عشان يبقى فيه توازن وما نخلصش الثروة السمكية كاملة. السؤال رقم 46 يقول، خلق العلماء آلات حديثة بوتس والشات التي تقلد المحادثات العادية، ربما يعلم الشخص العادي عشرات الآلاف من الكلمات، وربما تتطلب قراءة الجريدة نحو 2000 كلمة، لكن المحادثة العادية تشمل عدة بضع مئات من الكلمات فقط. يمكن برمجة الإنسانيات لتحت هذا القاموس المحدد، يعني ممكن نبرمج الكلام ده عشان يبدأ ان هو يشتغل على القاموس.
يدل القول السابق على الدور المتوقع للروبوتات في حياتنا اليومية بوصفها محاكاة لقدرات الإنسان عليه. هنا بقى هو عايز يخلي الريبوت زي الإنسان، يعرف يتكلم، يعمل شات، ها يعمل بوست، يعمل بوست ويعمل شات، ويقدر ان احنا نحط له قواميس الكلام اللي الإنسان بيبدأ ان هو يتكلم فيه. يبقى هنا تواصل اجتماعي، ممارسة جسدية، ابداع وابتكار، انتماع حيوي. لا طبعا تواصل اجتماعي، ان هو اللي هيرد، هو اللي هيعمل شات. وطبعا دي وظيفة جديدة للذكاء الاصطناعي، ان هو بيبدأ يرد، ان هو بيبدأ يتفاعل، ان هو بيبدأ ان هو يكون متحدد له كده حاجات معينة، كومنتات بينزلها ويبدأ يتكلم فيها ويبدأ ان هو يرد عليها. يبقى هنا تواصل اجتماعي. السؤال بعد كده، السؤال 47، يقول لك ايه؟ طور الابحاث المتعلقة بنقل الوظائف الذهنية إلى الآلات الحاسبة الإلكترونية والتي تستجيب لأوامر غامضة من قبل البشر، ووضع تعدد فيه احتمالات الاستجابة بدرجات متباينة. يبقى هو عمل كده إن ممكن تستجيب كمان بدرجات متباينة، يعني مش بدرجة إيه ثابتة ماشي، ها يبقى بدرجات متباينة يعني مختلفة، ويعني تقي الأقرب للصحيح. يثبت الموقف السابق دور المنطق مرن، رتيب، السوري، الرمزي. بما ان في درجات يبقى ده المنطق المرن. المنطق المرن بيدل على ايوه ما بيعرف يتعامل مع كل درجات المختلفه، وده اسمه منطق الايه المرن. السؤال رقم 48، مبالغه الشباب في الجلوس والتعامل مع الانترنت قد يؤدي الى الاختراب والعزله والاستهواء. نستخلص من ما يعارض تحقيق ايه بقى؟ خدت بالك وقال لك ايه؟ ما يعارض تحقيق ايه؟ الثقافه الرقميه، السلوك الرقمي، السلامه الرقميه، التكنولوجيا الرقميه. طبعا احنا لما نيجي بس نفهمها الاول، الثقافه الرقميه ان انا اعرفك ان الانترنت اتعمل للتعليم بس، اتعمل للتعليم بس. عشان كده لازم تحترم ثقافه الغير وتحترم افكارهم. لكن لما اجي اقول لك السلوك الرقمي اللي هو ايه بقى؟ ان حضرتك ان تبدا ان انت سياسه الاستخدام المقبوله. لكن لما اقول لك السلامه الرقميه ابدا اقول لك الاثار الجسديه والنفسيه اللي ممكن يسيبها من استخدامات الانترنت. طب هنا اما باجي اتكلم بقى عن الحته دي، انا هنا بتكلم عن ايه؟ اتكلم عن السلامه الرقميه، لان في السؤال قال لك ايه؟ ما يعارض تحقيق السلامه الرقميه. السؤال 49، مطابقه القول للواقع والتصور السام من التناقض اي الممكن في العقل، وهي قيمه انسانيه مرادفه لما هو صحيح وصادق ويسعى نحوها كل تفكير انساني، يشير ذلك لمفهوم قيمه مين؟ هنا بيتكلم عن قيمة إيه؟ هل الخير؟ هل الأخلاق؟ هل الحق؟ هل الجمال؟ بص خلي بقى، مطابقة القول بيتكلم عن القول، وأنا قلت لك من شوية تمييز بين الحق والباطل في الأقوال. قيمة الحق يدرسها علم المنطق، وهي الوظيفة بتاعتها الأساسية الأقوال. السؤال رقم 50 بيقول لك إيه بقى؟ في السؤال رقم 50، الله يا أولادي، لك ينبغي علينا أن نشير إلى أن عموم الناس، يعني معظم الناس، يثرون على مقتضيات النفع المباشر الملموس، وأنهم يطالبون أي نشاط فكري أو عملي بأن يقدم مبرراته وفائدته التي تظل لدى أغلب الناس وذات طابع نفعي حسي. يشير ذلك الى علاقه الفلسفه بالبيوتيقه من خير ايه؟ من خلال ايه؟ هنا بيتكلم عن البيوتيقه فكر اخلاقي قديم ولا فكر دخيل وغريب عن الفلسفه؟ لا طبعا، يعني ولا تتسم بالطابع الفلسفي ولا تطوير مبحث الاكسيولوجيا. خلي بالك، هو اي فكر، بص، مقتضيات النفع المباشر وانهم يطالبون اي نشاط فكري او عملي بأن يقدم مبررات وفائدة التي تظل أغلب الناس ذات طابع نفعي حسي. يبقى هو هنا عايز تطوير لمبحث الأكسيولوجيا. ليه بقى تطوير لمبحث الأكسيولوجيا؟ لأن مبحث الأكسيولوجيا في الأساس كان فكر بس، والفكر دوت ما كانش ليه إفادة أوي، فهو بدأ يتطور وبدأ يستخدم في أرض الواقع، يستخدموه في أرض الواقع، النتائج الإيه؟ التطبيقية. سؤال 51 بقى بيقول لك إيه؟ الإنسان كائن
مبهر، فهو دائما يحاول تطوير الحياة ومواجهة العقبات، فيعمل على صناعة الدواء لعلاج نفسه والملابس وتغيير شكل البيئة بما يلائم ظروف معيشته، فسلوكه هادف وليس مجرد رد فعل غير إرادي. خلي بالك، هو اتكلم عن الإنسان في أنه كائن مبهر، واتكلم عن الإنسان فسلوكه هادف وليس مجرد رد فعل غير إرادي. تعد العبارة مثالا على قيمة العمل في نهضة الأمم. من حيث إيه بقى؟ هل هنا تحويل الطبيعة للتمييز بين الإنسان والحيوان، ولا الاعتماد على القصد على القوة الجسمانية، ولا الاعتماد على التقنيات الحديثة؟ هنا بيتكلم عن تمييز الإنسان عن الحيوان في العمل. السؤال رقم 52، سعى عام 1979 إلى التحقق من استخدام معالجة المعلومات من خلال تحديد التشابهات بين العمليات العقلية البشرية وعمليات الكمبيوتر. يبقى هنا هيعمل عملية إيه؟ معالجة المعلومات من خلال تحديد التشابه بين العمليات العقلية البشرية وعمليات الكمبيوتر. نستخلص من المحاولة السابقة ضرورة إيه؟ محاكاة الذكاء البشري، ولا استخدام لغة المنطق الصارمة، ولا تطبيق الأنساق الصورية، ولا استخدام اللغات الطبيعية؟ طبعا هنا هو بيتكلم عن معالجة المعلومات من خلال تحديد التشابهات ما بين العمليات العقلية البشرية وعمليات الكمبيوتر، يعني محاكاة، يعني تقليد بين الذكاء البشري. هنا عايز يعمل له محاكاة، يعني تقليد للذكاء البشري، يخلي الكمبيوتر شبيه لعقل الإنسان وقدرات الإنسان. السؤال 53، يرى لا ينبغي أن يكون بالنسبة للفيزيائي مجرد مزود بالسياق، وإنما يجب أن تقوم بينهما علاقة تعاون أكثر عمقا، فالفيزياء الرياضية والتحليل ليست فقط قوتين متجاوزتين ترتبطان بعلاقة حسن الحوار، ولكنهما يتداخلان بعمق وروحهما واحدة. تشير المقولة لأحد خصائص العلم المعاصر. هنا بيتكلم عن التحقق من الفرد، ولا التنبؤ المخاطرة، ولا قضايا قابلة للقياس، ولا التعميم والتجريد. طب هنا اما نيجي نحلل كده، هو قايم على علاقة ايه؟ تعاون أكثر عمقا، فالفيزياء الرياضية والتحاليل ليست فقط قوانين متجاوزتين ترتبطان بعلاقة حسن الحوار، ولكنهما يتداخلان بعمق وروحهما واحدة. يعني بيتكلم عن العلاقة اللي تربط الفيزياء بالرياضة، وأول ما يقول لي استخدام الرياضة في العلوم الطبيعية يبقى بيتكلم عن القابلية للقياس. ليه بقى؟ لأن لما نيجي نحل كده، التحقق من صدق الفروض يعني إيه؟ يعني الفكرة أو الفرض أنت بتتحقق منها عن طريق التجربة، وإذا صدقت تحولت إلى قانون، وإذا كذبت نتخلى عنها. ماشي، فدي مش هتنفع. لكن التنبؤ والمخاطرة، التنبؤ يعني قضية يتم صياغتها بطريقة علمية ثم نستنبط ما سيحدث عنها في المستقبل. قضايا قابلة للقياس يعني بستخدم فيها لغة الرياضة والدقة والقياس. التعميم والتجريد يعني الوصول إلى قوانين عامة. السؤال رقم 54، السؤال 54 بيقول لك إيه بقى؟ سؤال 54، إجراء تجربة مبدئية. وكلمة مبدئية يعني أولية، ومبدئية يعني استكشافية، لمعرفة أثر غياب الوالدين عن أطفالهما، عشان أعرف هو إيه الأثر اللي الوالدين لو غابوا، ها؟ عن الوالدين، ايه النتائج اللي ممكن تحصل؟ اجراء تجربه مبدئيه لمعرفه اثر غياب الوالدين عن اطفالهم يمكن ان يقود الى مفهوم جديد. يبقى التجربه دي ممكن توصلنا الى مفهوم جديد، والمفهوم الجديد يعني فكره جديده، يعني فكره جديده. خدت بالك كده؟ هو هنا في المنهج العلمي المعاصر بيتكلم عن تجربة أنت عملتها فأدت إلى فكرة جديدة. طيب هل هنا ملاحظة تقود إلى ملاحظة، ولا إلى برهان اللي هو تفسير، ولا إلى تجربة، ولا إلى فرض؟ إلى الفكرة الجديدة. هو فرض، لأن الفرض هو فكرة جديدة، لأن إحنا قلنا في المناهج المعاصرة إحنا بنحلل عشان نصل إلى فروض صورية، يعني أفكار جديدة. السؤال 55 بيقول لك إيه بقى؟ في السؤال 55 يقول التحرك للتعامل مع تغير المناخ يتعلق بشيء أكثر عمقا من العدل
بل يتعلق بالتضامن البشري. تتناول العبارة إحدى دعوات إيه للحفاظ على البيئة؟ هو حاجة فيها تعاون ما بين البشر. هنا بيتكلم عن أخلاق الأرض. طبعا أخلاق الأرض يتكلم عنها ألو ليبالد، وقال هو اتساع مجال الأخلاق ليشمل التربة، البحار، يشمل الكائنات الحية وغير الحية. عايز يحافظ على الأرض ككل. عشان كده هو غير دور الإنسان من مستعمر إلى عضو عادي في الأرض. يبقى دي أخلاق الأرض مش هتنفع. أيكولوجيا عميقة، أصل إلى أصل العلاقة التي تصل بين الإنسان وباقي الكائنات، وقايمة على احترام القيمة الذاتية لكل الكائنات الحية بصرف النظر عن مدى فائدته. يبقى الأيكولوجيا العميقة مش هتنفع. ليه؟ لأن هنا التحرك للتعامل مع التغير يتعلق بشيء أكثر عمقا من العدل، بل يتعلق بالتكامل البشري، ولا ميثاق حقوق الأجيال المقبلة. وما نيجي بقى للميثاق بس كده عشان نوضحه، قايم على 5 بنود، على ان الاجيال القادمه لهم الحق ان كوكب الارض غير ملوث غير تالف. عشان كده بيقول لك ان احنا المفروض نمنع اضرار اللي ممكن بسبب التكنولوجيا لا يمكن اصلاحها او علاجها زي ثقب الاوزون. عشان كده لازم الاجيال الحاليه والاجيال القادمه كلهم عليهم مسؤوليه وفي اشتراك اهو في الحفاظ على كوكب الأرض ومراقبة التكنولوجيا، ويبدأوا بالتعليم والتشريع، وهيبدأوا يحسوا المنظمات الحكومية والغير حكومية على تنفيذ. خدت بالك كده؟ يبقى هو هنا فكرته في الميثاق، لأن الميثاق قال على ضرورة التكامل ما بين البشر، على ضرورة إن البشر كلهم يكونوا مسؤولين في الحفاظ على منع الأضرار. السؤال 56، إن بناء عمل يلتزم بالقواعد والأخلاق المهنية يعود بالنفع على الشركات، لأن العاملين بها ببساطة يتحلون بصفات مهنية ممتازة، فهم يعملون باجتهاد، وهو الأمر الذي يعود بالفائدة على الشركة في النهاية. يبقى الموظفين بيشتغلوا باجتهاد، وده بيعود على الشركة. يمكن أن نستخلص من ذلك أهمية مواثيق أخلاق المهنة في تحسين الأداء، الصورة الذهنية، الالتزام بالمسؤوليات التشريعية، ولا الاستخدام الأمثل. نبي يتكلم عن الالتزام بالقواعد والأخلاق يعود بالنفع على الشركة، لأن العاملين يتحلون بصفات مهنية. يبقى هو هنا بيتكلم عن تحسين الأداء. ليه؟ لأن هنا بيتكلم عن أداء العاملين المميز اللي بيفيد الشركة وبيصل إلى نتائج للشركة بصورة إيجابية. السؤال 57 بيقول لك إن فرض الأمر الواقع على الطفل من جانب والديه يجعله في أسوأ حالات اعتزاز النفس، حيث ينشأ الطفل ولديه ميل شديد للخضوع واتباع الآخرين، لا يستطيع أن يبدع أو أن يفكر. ينسجم ذلك مع أحد معوقات، والمعوقات هي الحاجات اللي بتقف قدام التفاسد. المعوقات ها، وهو أسباب تربوية، أسباب إعلامية، أسباب أسرية، أسباب اجتماعية. خلي بالك هو بيتكلم عن مين؟ بيتكلم عن والديه، الأب والأم. الأب والأم يبقى أسباب أسرية، الأب والأم يبقى أسباب أسرية، لأن إحنا قلنا إن من معوقات التفلسف ما يرتبط بالأسرة، وما يرتبط بالتعليم، وما يرتبط بالإعلام. سؤال 58، أكد بجامعة جدة أن هناك احتمالات لظهور أشكال من الصدام وعدم التوافق في المستقبل بين المنتجات الذكية والبشر، مشددا على أن ميدان الصدام سيكون اقتصاديا بالدرجة الأولى. طب هنا يشير ذلك إلى إيه بقى؟ ما يتكلم عن صدام صدام صدام. هل هنا تطور أدوات الذكاء الاصطناعي، ولا تنوع مشكلات الذكاء الاصطناعي، ولا سلبيات الذكاء الاصطناعي، لتنوع خدمات الذكاء؟ صدام، والصدام ده هيكون في المستقبل بين المنتجات الذكية والبشر، وأن ميدان الصدام على الجانب الاقتصادي. يعني دي سلبية للذكاء الاصطناعي، هم إن هو بيأثر على الحالة الاقتصادية، لأن طبعا أدى إلى زيادة نسبة البطالة لأنه بيحل محل البشر، كمان أدى إلى زيادة الاستهلاك. يبقى دي كلها سلبية للذكاء الاصطناعي. يبقى الذكاء الاصطناعي بيسيب عندنا سلبيات كتير، ودي من السلبيات بتاعته. 59، مبدأ عدم التناقض يعني استحالة جمع النقيضين في وقت واحد. الطالب لا يمكن أن يوصف بأنه حاضر
لا حاضر في نفس الوقت. طيب هو هنا كده ما اجي اقول لك يعبر عن ذلك بانهي مثال؟ البحر هو تجمع مائي مالح وهذه الصفه لا تتغير فيه، هو الذاتيه؟ لا. ها، ولا الانسان هو الانسان ولا يمكن ان نراه غير ذلك؟ برضه الهويه والذاتيه. ولا اذا قلنا ان سين موجود لا يمكن ان نقوله انه غير موجود في نفس الصف في نفس الوقت. هنا قانون عدم التناقض اللي هو ده اللي هو قصدي جيم، ها، وهنا قانون عدم التناقض اللي هو جيم، لان ده بيقول لك القول بان غدا امتحان الكيمياء ان كان صادقا فلا يكون كاذبا اللي هو الثالث المرفوع، فهنا هختار جيم لان هنا بيعبر عن قانون عدم التناقض. الصوره رقم 60، يحاول الباحث دراسه اثر تسرب كميه من الغاز السام على مدى بقاء الانسان على قيد الحياه ام لا. طبعا هي تجربه زي كده مش هينفع ان انت تعملها بصوره مقصوده، فانت هنا حاجه كده ايه، ها، هتبقى طارئه، فبالتالي يمكن ان يعتمد الباحث على الفرد اللي هو الفكره، لا طبعا التجربه المرتجله اللي هي تجربه اوليه ما ينفعش، لان مش هينفع ان انا اسرب غاز يموت الانسان واقول ان انا بعمل تجربه، مش هتنفع، أنا التجربه الاوليه استكشافيه، ولا تجربه سلبيه تكون هي في الاساس حصلت بدون تحكم، يعني بالفعل هي حصلت فانا هبدا الاحظ الاثار بتاعتها، هنا بقى ينفع فيها تجربه سلبيه. ليه؟ لان انا مش هينفع ان انا اعملها عن قصد. طب تجربه علميه، لا التجربه العلميه مقصوده وفيها تحكم ممكن تؤدي الى موت الناس، فبالتالي مش هينفع استخدمها. يبقى هنا هروح للتجربه السلبيه. سؤال 61 بيقول لك ايه؟ الشكل الاكثر فاعليه لتقنيات المساعده على الانجاب من الممكن ان يتم الاجراء باستخدام البويضات والحيوانات المنويه للزوجين، او يمكن اللجوء في الاخصاب المخبري باستخدام بويضات او نطفه او اجنه. تجسد العباره احدى الاعتبارات الاخلاقيه التي يجب مراعاتها في قضيه ايه؟ هنا بقى بيتكلم عن انهي قضيه؟ هل هنا الاخصاب خارج الرحم؟ انا غير طريقه الانجاب الطبيعيه لطريقه صناعيه؟ ولا التلقيح الاصطناعي اللجوء الى طرف؟ هنا بيقول لك ايه؟ الشكل الاكثر فعاليه لتقنيات المساعده على الانجاب. بص بص، من الممكن ان يتم الاجراء باستخدام البويضات والحيوانات المنويه للزوجين، او يمكن اللجوء في الاخصاب المخبري، ها، باستخدام بويضات او نطف او اجنه. تجسد احدى الاعتبارات التي يجب، ولا بنوك المني ولا استئجار الارحام. خلي بالك انا رحت هنا ان انا اغير عشان انجب، فاغير وابدا ان انا ايه، ها، الحيوانات المنويه للزوجين، او بياكد انها لذا، او يمكن اللجوء في الاخصاب المخبري لاستخدام بويضات او نطف او اجنه. طيب انت هنا الحته دي رايح الى استخدام نطف او اجنه او حاجه خارجه في بعض الاحيان، ها، مش غيرت طريقه الانجاب الاصطناعي بس الاخصاب خارجه، لا انت هنا رحت للتلقيح الاصطناعي بسبب الحته الاخيره دي، ان انت رحت الى الاخصاب المخبري لاستخدام بويضات او نطف او اجنه، فانا رحت للتلقيح الاصطناعي، يعني الاخصاب خارج الرحم غيرت الطريقه من طبيعي الى صناعي. بنوك المني ان انا باخد، ها، تجاره بالاعضاء السائل المنوي ببدا ان انا اخد منه الصفات. طب استئجار الرحم ان رحم بديل بيوضع فيه الجنين عشان يستكمل الايه؟ الفتره بتاعته بتاعت الحمل. السؤال رقم 62، طلبت منظمه لحمايه الحيوانات وزيره الزراعه الالمانيه بمنع حبس النمور في الأقفاص، وترى أن رغبة الشمبانزي الواضحة في الخروج من الأقفاص تدل على أن الحيوانات تفضل العيش في الأماكن المفتوحة. يترتب على العبارة مثال مما يلي، وكده بيتكلم عن مثال من اللي احنا هنعرضه. التغير الأيديولوجي، وطبعا كلمة أيديولوجي يعني فكري، والأساس في حماية البيئة يردنايس؟ لا. ولا الحيوان يمتلك مشاعر كالإنسان وهذا ما يوجب علينا أن نقدر معاناته؟ بيتر سينجر هو بيتكلم هنا عن الحيوان وبيتكلم عن معاناته، فهي الأقرب.
ماشي، بس نشوف الباقي. الانسان هو الكائن الوحيد القادر على ادراك التعاون مع في البيئه. هانز يونس ما اتكلمش هنا عن التعاون خالص. طيب، على الانسان ان يتصرف في البيئه كاحد السكان الاصليين او دوليبال؟ لا، ما اتكلمش عن دي، بس هو اتكلم عن الحيوانات وعن مشاعرهم. يبقى انا هروح لبيه ان الحيوان يمتلك مشاعر عند بيتر سينجر، فيجب الحفاظ عليها، يعني لابد من مراعاتها. السؤال 63 يقول الفيلسوف الرياضي ان الملاحظه الخالصه والتجربه الساذجه لا تكفيان لبناء العلم، مما يدل على ان الفكره والفرض التي يسترشد بها العالم في بحثه تكون من بناء العقل وليس بتاثير من الاشياء الملاحظه، وبتكون من بناء العقل. يبقى هو هنا بيتكلم على ان الفرض او الفكر تاتي من بناء العقل. طيب، هو هنا يتوافق مع افكار مين؟ قال هيمبل ولا فرانسيس بيكون ولا ويليام هويل ولا ادمون تالي؟ طبعا لما اجي اشوف مين اللي قال احنا نبدا بالفكره اولا ثم الملاحظه والتجربه، وان الفكره جايه من بناء العقل، ويليام هويل هو ده صاحب الفكره الاساسيه، لان هو في المنهج العلمي المعاصر طور المنهج الاستقراء التجريبي الى منهج علمي معاصر بجعل العقل اساس الفكره واساس بنائها. السؤال 64 بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك غير الكمبيوتر الرقمي غير الكمبيوتر الرقمي والشبكات مفهوم الاقتصاد اليوم، واصبح دون حدود زمنيه ومكانيه، وذلك كله بسبب تكنولوجيا المعلومات والاتصال التي تقودنا حتما لتنميه اقتصاديه. يتوائم ذلك معي. طيب، هو هنا بيتكلم عن التنميه الاقتصاديه، بيتكلم عن نتائج كويسه. هل هنا سلبيات الانترنت، ايجابيات الريبوت؟ ايجابيات الانترنت، سلبيات الريبوت. خلي بالك هو بيتكلم عن الكمبيوتر والشبكات وتغيير التنميه الاقتصاديه، يبقى هنا بيتكلم عن ايجابيات الانترنت اللي سابتها على مجتمعاتنا، يعني هنا الايجابيه، لان طبعا انت عارف ان الانترنت غير المفاهيم التقليديه الى مفاهيم معاصره، وطبعا دخل في كل شيء وغير هذه المفاهيم بشكل كبير جدا. سؤال رقم 65 يقول لك ان العداله تعني مصلحه الاقوى، والاقوى يشرع القوانين اي يضعها من منظور رخائه وبقائه، وباختصار بالنظر الى المصلحه وليس الى شيء اخر. يؤكد رايي ان طبيعه قيمه العداله تتسم بايه هنا؟ نسبيه ولا موضوعيه ولا معرفيه ولا مطلقه؟ طب هو هنا ما بيتكلم ان الاقوياء هم اللي هيحطوها من وجهه نظرهم، يبقى هنا بيتكلم عن النسبيه، لان كده اصبحت القوانين نسبيه مختلفه. 66 حكم نقل الاعضاء بالغه الحساسيه كالكبد والقلب والدماغ واحتماليه التسبب في العجز او الموت، يبادر ذلك اهتمامات الطب ولا الفلسفه ولا القانون ولا البيوتيقا عند جاكلين روس؟ خدت بالك؟ نتكلم عن الاحكام اللي بتحصل. هل هنا نتكلم عن الطب ولا الفلسفه ولا القانون ولا البيوتيقا عند جاكلين روس؟ طب هو في النهايه قال لك ايه؟ ولا تتسبب في عجز او موت. طبعا انا لما اجي اروح لجاكلين روس في التعريف بتاعها، هي كانت بتحط قواعد معياريه عشان تحافظ على حياه البشر، حياه الناس، وتبدا تيسرها وتحافظ عليهم من الموت. يبقى هنا جاكلين روس التعريف ده عرضناه واحنا شغالين في الاسئله في الاول، هو ايه؟ علم تسيير الحياه والحفاظ عليها في ظل تقدم الطب والبيولوجي. سؤال 67 بيقول لك ايه؟ ارتفع مستوى الطلاب لتوافر مصدر تعلم جديد بالمدرسه. يبقى هنا بيتكلم عن ان مستوى الطالب ارتفع لان في مصدر جديد اتوفر. ماشي، يتفق المثال مع احدى طرق التحقق من الفرد، وهي اختلاف، اتفاق، جمع بين الاتفاق والاختلاف، ولا التلازم في الطالب. طب نفسر واحده. الاختلاف غياب العله يؤدي الى غياب المعلومه، غياب العله يؤدي الى غياب المعلومه، يبقى ده اختلاف.
اتفاق وجود العله يؤدي الى وجود المعلول، يبقى ده اتفاق. الجمع بين الاتفاق والاختلاف يقول لك ان وجود العله يؤدي الى وجود المعلول، غياب العله يؤدي الى غياب المعلول، فالعلاقه طرديه. التلازم في التغير، كلما حدث تغير في العله حدث تغير في المعلول، يبقى ده اسمه ايه؟ تلازم في التغير، تلازم في التغير. وطبعا هي بطريقه طرديه، فبيقول لك ارتفع مستوى الطالب لتوفر مصدر جديد في التعليم، يبقى هنا تلازم، تلازم ما بين الطرفين اهو. ها كلما حدث تغير في العله حدث تغير في المعلول، تلازم، تلازم في التغير، وبطريقه طرديه، وبطريقه يعني الاثنين ماشيين مع بعض. سؤال 68: إثبات الفرض لا يتم إلا إذا صيغ في صورة نظرية برهانية تجعل من الفرض المقدمة لها ثم نستنبط منها كافة نتائجه. يبقى أنت بتحط الأول الفرض، بعد كده بتستنبط من الفرض نتائج ممكنة والتي توضع موضع التجريب. يبقى أنت بتختبر النتائج بالإيه؟ بالتجربة، فإن ثبتت تحولت إلى قانون. هنا طبيعة العلم التقليدي ولا غرض العلم المعاصر، ولا طبيعة العلم المعاصر ولا غرض العلم التقليدي؟ هو هنا بيتكلم عن ايه؟ بيقول لك ان انت حضرتك بتجيب نستنبط منها، نستنبط منها كافة النتائج الممكنة التي توضع موضع التجريب. انت بتاخد من الفرض نتائج، والنتائج دي بتبدأ تضعها موضع التجريب. انا هنا هروح للغرض ولا هروح للطبيعه في العلم المعاصر؟ هو هنا بيتكلم عن العلم المعاصر، يعني انا مستبعد اصلا العلم التقليدي هنا، مستبعد العلم التقليدي هنا. ليه؟ لان هنا بيتكلم عن العلم المعاصر. بيقول لك اثبات لا يتم الا اذا صيغه في صوره نظريه برهانيه، يبقى انت بتجيب نظريات اهو، بعد كده تجعل من الفرض مقدمه فتاخد منها وتستنبط منها كافه نتائجه التي يمكن وضعها. هروح للغرض في المنهج العلمي المعاصر، لان الغرض في المنهج العلمي المعاصر هو ايه؟ هو تحليل النظريات السابقه عشان نستنبط منها ايوه فروض صوريه، تاخد الفروض تختبرها عشان توصل للنتائج اللي انت عايزها. طيب السؤال رقم 69: يرى البعض ان تولي المراه القضاء ليس مناسبا لها، اما لطبيعتها او طبيعه العمل نفسه وما يتطلبه من جهد وعقل حاضر وأعباء المرأة وواجباتها قد تقلل من تركيزها في ذلك. تجسد العبارة رؤية مين حول المظهر الذي تشتق منه أخلاق المهنة. خدت بالك هو قال لك إيه؟ إن التزاماتها والكلام ده كله مش هيساعدها على إن هي تبقى مركزة قوي في الكلام ده. طيب هل ده الفريق الثالث ولا الفريق الثاني ولا الفريق الأول ولا الفريق الرابع؟ طبعا أنت لما تيجي تشوف، إحنا قلنا في الفريق الثالث ان انت قبل ما تضع اخلاق المهنه يجب ان انت تحلل الثقافه السائده. طب انت هنا مش حللت، انت حللت، انت عارف ان في المجتمع المصري في اعباء كبيره قوي على المراه في المنزل، فبالتالي انت لو انت حطيتها في مهمه القضاء ده طبعا هياثر عليها تاثير كبير، مش هتعرف تؤدي مهمتها، فده تحليل ثقافه قبل وضع اخلاق المهنه، عشان كده هنروح للفريق الثالث. طبعا انا وضحت لك ان الفريق الثاني هي عملية ربط أخلاق المهنة بالثقافة في المجتمع. الفريق الأول الطابع العام والطابع الخاص للأوامر والنواهي الملزمة للجميع. السؤال رقم 70 يقول: لم تحيك البشرية شبكة الحياة، ما نحن إلا خيط واحد. إحنا مش إحنا اللي نسجنا البشرية، البشرية دي جزء 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 في الحياة، ما إلا خيط واحد بداخلها. أي ما نفعله بالشبكة نفعا لأنفسنا، أي حاجة هنعملها في الشبكة اللي ربنا خلقها لنا والحياة ديت، إحنا بننفع أنفسنا، وكل الأشياء مرتبطة ببعضها، كل الأشياء متصلة ببعضها. توافق المقولة الفكر بي عند مين؟ دانيال كلهان ولا بيتر سينجر ولا توم ريجان ولا ألدو ليبارد؟ طب إما نيجي نتكلم عن شبكة الحياة وإن الإنسان خيط رفيع في هذه الشبكة، هروح طبعا لأدو ليبالد أخلاق الأرض، لأن أخلاق الأرض وسع المجال الأخلاقي ليشمل كل المكونات وغير دور الإنسان مستعمل الأرض إلى عضو عادي فيها، وإلا بد من الحفاظ على كل مكونات التربة والبيئة، وقال إن الإنسان جزء من هذه المنظومة
وليس هو المتحكم الرئيسي فيها. عشان كده نروح لايه؟ لالدو ليبالد. طبعا دانيال كالهان كان بيدعم كلام ايوه عن زيونس في اخلاء المسؤوليه، في ان احنا نحافظ على المستقبل والاجيال القادمه والاستمتاع بالحياه، ولكن مع منع المخاطر للحد الادنى. طبعا بيتر سينجر كان بيتكلم عن حقوق الحيوانات، وطبعا كان بيتكلم على ان الحيوان بيشعر، عنده شعور زي الانسان. توم ريجان كان برضه بيتكلم عن حقوق الحيوان، ولكن كان بيتكلم عن الحفاظ على حق الحيوان من خلال القوانين، من خلال القوانين. طيب السؤال 73 بيقول لك ان العلاقات الاجتماعيه من مستلزمات الاستقرار والنمو في المؤسسات، وخاصه المؤسسات الاستشفائيه اللي هي مستشفيات يعني اللي فيها استشفاء بعد العمليات والكلام ده، وتحقيق اهداف التنظيم، ان حضرتك ايه تنظم الحياه ديت. المقوله تتفق مع راي مين؟ مع راي يوسف محمود ولا ديفيد راس ولا جاكلين راس ولا هانز جونس؟ طيب هو هنا بيتكلم عن العلاقات الاجتماعيه وعن الاستشفاء وعن النظام. علاقات اجتماعيه من مستلزمات الاستقرار والنمو في المؤسسات، خاصه في المستشفيات، لتحقيق اهداف التنظيم عشان يبقى فيه نظام. طب هنا مين اللي اتكلم عن الحته دي؟ مين اللي اتكلم عن الاخلاق بتاعه العياده؟ مين اللي اتكلم عن ان احنا جوه المؤسسات بتاعه العياده هنحط نظام هدفه ان نطلع المريض؟ اقول لك ديفيد ايه؟ ديفيد راس. لان اللي اتكلم عن اخلاق العياده، اخلاق البحث العلمي، هو ديفيد راس، وقال لك احنا هدفنا وضع خطه للمريض للتخفيف عن الامه، ده الهدف بتاعنا. السؤال 74 بيقول لك الفلسفه والحضاره كانتا على الدوام متلازمتين، ولا زال الامر كذلك حتى اليوم، خاصة في المجتمعات المتحضرة التي تعتبر الفلسفة بمثابة المشعل تنير لها طريق المستقبل. تلخص العبارة أفكار مين؟ جوزيا رايس، توماس هوبز، ديكارت، جورج مور. طبعا اللي اتكلم على أن المقياس الأساسي لقياس الحضارات والتقدم هو ديكارت، لأن ديكارت هو اللي اتكلم عن أهمية التفلسف حبايبي، وقال إن الفلسفة تميزنا عن الأقوام المتوحشين، وأفضل نعمة يعطيها الله لأي مجتمع أن يعطي لهم فلاسفة حقيقيين. طيب إما جوزيا رايس اتكلم على أن المرء يتفلسف ما ينظر للأمور نظرة نقدية. توماس هوبز اتكلم في مواضيع كتير جدا، وطبعا اتكلم مرة عن ارتباطها بالإيه؟ بالشهوة. جورج مور قلناها من شوية وقلنا هو اتكلم عن إيه؟ السؤال 75 نجح في الإطاحة بالعقبات التي كانت ستواجه تطور الكمبيوتر، هتقف قدام تحول وتطور الكمبيوتر، واصبح ذلك النوع من المنطق يستخدم في المسائل الهندسيه وتصميم دوائر المفاتيح الكهربائيه، وبخاصه الدوائر التي تؤدي عمليات حسابيه في الالات الحاسبه والحواسيب. طيب الكلام ده بقى هيتفق مع مين؟ هيتفق مع مين؟ هل هيتفق مع المنطق المرن؟ ولا المنطق الرتيب؟ ولا المنطق البولياني اللي هو نسبة إلى مين؟ إلى جورج إلى جورج بول، نسبة إلى جورج بول، ولا المنطق السوري؟ خلي بالك هو أطاح بالعقبات اللي هتقف قدام تطور الكمبيوتر، أصبح نوع من المنطق يستخدم في المسائل، بص بص بص، ودوائر، وخاصة الدوائر تؤدي عمليات إيه؟ عمليات ايه؟ جورج بول، لانه هنا بيتكلم عن الصياغات والدوائر والحسابات، حاجات اللي هي محدده اللي هي فيها حسابات. احنا بتكلم عن ايه؟ المنطق البنياني جورج بول. سؤال 77 بقى بيقول لك ايه؟ تحيا الامه او تموت، وتعن او تستغل، وتسعد او تشقى بقياس ما فيها من أحد النوابغ اللي هم العباقرة. يعبر ذلك عن أحد مظاهر الواجب المهني للفيلسوف من خلال التأثر بهوية المجتمع، رسم الهوية الوطنية، تفسير الهوية المجتمعية، نقل التراث الحضاري للمجتمع. خدت بالك هو بيتكلم عن إيه؟ إن الأمة هتستفيد من إن يكون فيها أحد العباقرة، لأن هو هيعمل إيه؟ هيعمل على رسم الهوية الوطنية، يعني رسم الفكر اللي بيؤدي إلى إن
المجتمع ده يبقى متقدم جدا، يبقى رسم الهويه الوطنيه. سؤال 78: انشاء خدمه الرسائل النصيه لاخطار المواطنين بصدور القرارات، سيتم ارسال رساله نصيه للمريض على الهاتف المحمول تحتوي على كود تعريفي خاص بالمريض لتوجهه الى المستشفى والحصول على الخدمه الطبيه. يجسد هذا الموقف احد مجالات الاخلاق البيوطبيه. هنا بص، انشاء خدمه 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 خدمه، وطبعا الخدمه دي اللي هتبقى انشاتها الدوله، هل هنا عياده ولا سياسه صحيه ولا بحث علمي ولا اخلاق الطبيعي؟ طبعا سياسه صحيه، لان السياسه الصحيه موضحين من شويه ان هي خاصه بالقوانين والنظام التي يضعها الايه؟ الدوله. السؤال 79: كل البشر يحتاجون الى الغذاء، سقراط بشر، اذا سقراط يحتاج الى الغذاء. طب انا هنا لما اجي اشوف كده، ها نتكلم في الاول هنا عن كل البشر كسقراط، بعد كده سقراط يعبر اللسان عن استدلال نتيجته مساويه للمقدمات، لا هنا مش مساويه لان من الكل الى الجزء، ولا نتيجته اكبر من المقدمات، لا النتيجه مش اكبر، ولا نتيجته اصغر من النتيجه اصغر، بس نشوف دي نتيجته احتماليه، لا مش احتماليه يبقى نتيجته اصغر، لان هنا اتكلم في النتيجه عن سقراط وهنا اتكلم عن كل الايه؟ البشر، يبقى النتيجة أصغر من المقدمة. السؤال رقم 80 يقول لك: تصميم نظم ذكية لبرمجة بعض الآلات بحيث تقوم بوظائف محددة في ظروف قاسية قد يستحيل على الجسد البشري تحمل ظروف العمل بها، يتوائم ذلك مع تطبيقات مين؟ ها هنا بقى كده تطبيق ايه اللي قدم لنا الكلام ده؟ البيوتيقا، طبعا البيوتيقا خاصه بالطب، لا السبرانتيقا اللي هو الذكاء الاصطناعي، ايوه ديناميكا ميكانيكا، لا طبعا السبرانتيقا، لان ديت نظام الذكاء والروبوتات اللي قدر يقدم صور الروبوتات التي تعمل في ظروف قاسيه جدا. سؤال 81: حاول الانسان ايجاد وصف للبيئه في مرحله التفسير بقوله ان البيئه هي في الاساس خدمه الانسان. مرحله التفسير والتوظيف هي المرحله التي حاول فيها الإنسان فهم البيئة من منظور فلسفي تفسيري. أي من الأمثلة التالية تكشف عن تلك المرحلة؟ هل البحث عن حلول الحماية ووصول البيئة بعد أن أصابها الدمار، ولا استخدام التكنولوجيا الحديثة في تعاطي الإنسان مع البيئة، ولا وصف طاليس للماء على أنه مصدر البيئة والحياة، ولا طرد فكرة التفوق النوعي للإنسان على طبيعة الكائن؟ هنا بيصف طاليس للماء، لان نتكلم عن مرحله التفسير يا اولاد، مرحله التفسير، مرحله التفسير يبقى هنا بيتكلم عن وصف طاليس للماء انه مصدر البيئه والحياه فيها، يبقى هنا بيتكلم عن بدل مرحله التفسير انا بدور على فكره فيلسوف قام وقدم حاله من حالات التفسير. السؤال 82 بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك يقول ان العلم يقدم لنا معلومات دقيقه ومض عن الموجودات الماثله امامنا، من الحاجات اللي قدام يعني الماثله امامنا، تتوافق المقوله مع احد نظريات الحقيقه وهي بص براجماتيه ترابط تطابق معرفه. طيب نفسر واحده واحده، البراجماتيه الفلسفه الامريكيه اللي بترتبط بالنتائج العمليه في الواقع، يبقى شغلها كله بالنتائج العمليه في الواقع، يبقى صدق الفكره ما هي الا ها خطة عمل ناجحة. لكن الترابط هو تسلسل الأفكار اللي أنا تعلمته زمان بيرتبط بالجديد في حال الترابط. تطابق أن الشيء الحقيقي يتطابق مع الواقع الفعلي. وهنا بيتكلم عن الموجودات الماثلة أمامنا، يبقى أنا أروح للتطابق المتطابق في أرض الإيه؟ الواقع. السؤال رقم كام؟ السؤال رقم 83 بيقول لك إيه؟ العبد هو ما عد حسب طبيعة ضمن الأدوات الصالحة للعمل، حيث من لا يستطيع التفكير يصبح متاعا للآخرين. فالإنسان إما أن يكون ملكا لذاته ويكون ملكا ومتاعا للآخرين كما هو الحال عند العبيد. تجسد آراء الفيلسوف مين حول العمل هنا بقى؟ وبيجسد كده رؤية مين؟ هل ابن خلدون ولا أرسطو ولا أدم سميث ولا أفلاطون؟ عبده ما بحسب طبيعته. اللي اتكلم على إن العبودية مرتبطة بالطبيعة أرسطو،
الطبيعه اوجدت تمايز بين البشر. قال السؤال كده، الطبيعه اوجدت تمايز بين البشر، اوجدت صنف حر بالطبيعه واوجدت صنف عبد بالطبيعه، فاول ما ربطها بالطبيعه ونظام العبوديه في العمل يبقى انا رحت لمين؟ لارسطو. السؤال رقم 84، ساعد علماء العصر في تطور العلم وفهم الانسان للطبيعه وللطبيعه، ومن ابرز هؤلاء احمد زويل واينشتاين. يعبر ذلك عن احد الثوابت المنطقيه الرمزيه. خدت بالك كده وبيتكلم، ها بيفسر اهو، بيتكلم يقول لك ساعد علماء العصر الحالي في تطور العلم وفهم الإنسان طبيعة، ومن أبرز هؤلاء أحمد زويل وأينشتاين. طيب الثوابت المنطقية الرمزية اللي أقدر أعبر، طب الواو عطف، عطف صح أو وصل. طب الوصل هنا بنروح لإيه؟ نرمز له بالرمز إيه؟ قاف نقطة لام. يبقى أنا رحت اخترت أهو إيه؟ وحطيت لك الدوائر حواليها. السؤال 85، عندما حاول الميكروفيزيائيين تحديد موقع الإلكترون وسرعته، تعذر عليهم ذلك لأنه متناهي في الصغر، صغير جدا، وهذا ما جعل العلماء التأكد من وجوده عن طريق فاعليته، يعني التأكد من وجوده عن طريق فاعليته نتائجه وتأثيره في تركيب الذرة، وبالتالي نستطيع أن نقول عن طريق أفكار وتخمينات ذهنية توصلوا إلى هذه النتائج. هم وصلوا الكلام ده عن طريق التخمين الذهني، عن طريق التخمين الذهني. طيب يعكس، ويعكس يعني بيقدم نفس الفكرة، عكس طبعا يناقض، بيجي يقول لك يناقض دي حاجة تانية يعني عكس، لكن هنا يعكس يبقى نفس الفكرة. ذلك أحد القواعد الاسترشادية لطرق البحث في المنهج العلمي المعاصر. هل صياغة فروض سورية تفسر مشكلة؟ لا، احنا ما بنتكلمش عن صياغة الفرض. ولا التحقق التجريبي من النتائج المترتبة على الفرض؟ ولا تعديل الفروض إذا تعارضت مع الاختبارات؟ ولا صياغة التنبؤات لازمة عن الفرض؟ خلي بالك إن هو قال إيه؟ التأكد من وجوده عن طريق فاعليته وتأثيره في تركيب الذرة، وبالتالي نستطيع أن نقول عن طريق أفكار وتخمينات ذهنية توصل إلى هذه النتائج. يبقى أنت هنا بتتحقق تجريبيا من النتائج المترتبة عنه. ليه؟ لأن أنت هتصل بالتحقق من هذه الإيه؟ النتائج. يبقى أنت هنا التحقق التجريبي من النتائج المترتبة عن الفرض. السؤال رقم 86، بيقول لك كل النباتات تنمو، النرجس نبات، اذا النرجس ينمو. يكشف، بص خلي بالك، ها هو عمل ايه؟ هو هنا طلع نتيجه لازمه عن المقدمات، وطلعها ايه؟ لازمه. يبقى على طول ده بيتكلم عن الاستنباط. طيب هنا بقى الاستنباط استنباطي تم فيه البرهان على القضية الكلية بالاعتماد على مقدمات أصغر؟ لا، ده من الكلي إلى الجزئي. ولا استنباطي تم فيه البرهان على قضية جزئية بالاعتماد على مقدمات أصغر؟ لا. ولا استنباط تم فيه استنتاج قضية كلية من مقدمات مساوية؟ لا. ولا استنباط تم فيه استنتاج قضية جزئية من مقدمة أكبر منها؟ هي دي اللي تنفع. ليه؟ لأن هنا المقدمة كلية والنتيجة جزئية، يبقى استنباط لما فيه استنتاج قضية جزئية من مقدمات أكبر منها. السؤال 87، إزالة الحقد والكراهية الموجودة في ضمائر البشر والابتعاد عن مفهوم العنف والجريمة، وتعمل أيضا على تنمية روح المواطنة والديمقراطية بين الأفراد، يمكن أن نستخلص من العبارة أهمية قيمة التسامح الفكري؟ خلي بالك من القيمة دي السنة دي أوي، قيمة التسامح الفكري دي نخلي بالنا منها. وبقولها تاني، قيمة التسامح الفكري هنا بيعبر عن ايه بقى؟ هل ترفع قيمة العلم والتثقيف؟ ولا قبل الفرد التسامح مع أخطائه؟ لمبادلة الإساءة بالتسامح؟ القدرة على التعايش؟ لا، هنا بيتكلم عن القدرة على التعايش مع الآخرين، لأن هنا بيتكلم عن أهمية التسامح وقدرتهم على التعايش مع بعضهم البعض، أن التسامح الفكري يساعد على التعايش مع
الأفراد الآخرين كلا مع بعض. و88 هي محاولة الإبقاء على النوع بنفس الصفات وطرق التفكير مما يؤدي إلى القضاء على فكرة التنوع. يدعي على قدر يجسد ذلك أحد المشكلات المترتبة على الهندسة الوراثية، الثورة البيولوجية، حالي الوراثي، الجبل الصناعي. طبعا الهندسة الوراثية، لأن هنا بيتكلم عن إيه؟ محاولة الإبقاء على النوع بنفس الصفات وطرق التفكير مما يؤدي إلى القضاء على فكرة التنوع. يعني هنا بيتكلم عن مشكلة الإيه؟ ها؟ الاستنساخ، الهندسة الوراثية اللي أثرت على البشر بجانب سلبي، عشان كده هنا بيتكلم عن مشكلة الهندسة الوراثية. السؤال رقم 89، سكان الشواطئ وخاصة المعتدلة المناخ يقبلون على المغامرة والانفتاح على الآخرين وقبول الآخر، توصف العبارة إحدى إسهامات ابن خلدون في البيئة. هنا بقى يتكلم عن إسهام من إسهامات ابن خلدون، هل هو البيئات الصالحة والبيئات الغير صالحة للعمران البشري؟ ولا تأثر الأقاليم الجغرافية في أحوال البشر وصنائعهم؟ ولا أثر الهواء في أخلاق البشر وطبائعهم؟ ولا أثر البيئة ونوعية العمران على نوعية البشر وشؤونهم؟ هنا بيتكلم عن الشواطئ وخاصة المعتدلة المناخ يقبلون والانفتاح على الآخرين، يبقى بيتكلم عن أثر الهواء في أخلاق البشر وطبائعهم. السؤال رقم 90 بيقول لك إيه بقى؟ بيقول لك كانت البدايات الأولى للأجهزة الطبية لا تؤدي إلى تشخيص دقيق للأمراض بقدر ما أنها كانت تعتمد فقط على تقرير ما إذا كان الفرد حاملا للمرض فقط أم لا دون أي اقتراح للعلاج. يتوائم ذلك مع مزايا مين؟ أنا بيتكلم عن مزايا إيه بقى؟ هل مزايا المنطق الرمزي؟ ولا مزايا المنطق المرن؟ ولا المنطق الأرستي؟ ولا المنطق ثنائي القيم؟ لا طبعا هنا بيتكلم عن الأجهزة القديمة، يبقى بيتكلم عن المنطق ثنائي القيم، لأن المنطق ثنائي القيم كان قايم على تحديد زي إما أبيض لا إما أسود، إما صادق لا إما كده، وده اللي خلاهم بقى يبدأوا يخرجوا عن المنطق ثنائي القيم إلى المنطق المرن، لو يقدر يتعامل مع قيم أكثر من قيم الصدق والكذب. السؤال 91، وقود الأكسجين شرط إيه لحدوث التنفس لدى الكائنات الحية؟ ضروري وكافي ولا غير ضروري؟ ولا كافي وغير ضروري؟ ضروري وغير كافي. طبعا هو ضروري وغير إيه؟ وغير كافي، لأنه بيقول لك وجود شرط إيه لحدوث التنفس لدى الكائنات الحية؟ ضروري لكنه غير كافي. ليه؟ لأن في عوامل تانية المفروض إن هي بتكمل. ولا انت عايزها ضروري وكافي معا؟ ركز معايا كده، ضروري انت عشان اصلا بيقول لك وجود الاكسجين شرط ايه لحدوث التنفس لدى الكائنات الحيه، هي ضروري ولكنها غير كافي. ليه؟ لان لازم يبقى عندك رئه، ولازم تبقى حضرتك قادر على عمليه التنفس، الرئتين بتوعك ايه شغالين، يبقى دي كده ضروري ولكنه غير كافي، لان في عوامل ثانيه جايه بتكمل. وانت عارف ان الشرط الضروري هو الشرط الاساسي والشرط الكافي والشرط المكمل للشرط الايه الضروري. السؤال 92، ان الباحث يلتزم في بحثه بالمقاييس العلميه ويقوم بادراك الحقائق والوقائع التي تدعم وجهه نظره وكذلك التي تتضارب مع وجهه نظره، فعلى الباحث ان يعترف بالنتائج المستخلصه حتى لو كانت لا تنطبق مع تصورات وتوقعات. يمكن ان نستخلص من ذلك احد خصائص العلم المعاصر. هنا بيتكلم عن احدى خصائص العلم المعاصر، التغير، الموضوعيه، التجريد، التنبؤ. هنا بيتكلم ان هو يعترف بالنتائج حتى وان كانت تتضارب مع وجهه نظره، يبقى هنا بيتكلم عن الموضوعيه. ليه؟ لان هنا مش هيتاثر بالاراء الشخصيه وانما هيشوف الحاجه وفقا للتجربه، زي ما التجربه تطلع هو هيبدا ان هو ايه يقولها. السؤال 93 بيقول لك ايه بقى؟ الاهتمام بكل المقومات الحضارية والتراثية التي يتمتع بها المجتمع ودراسة تأثيرها على حياة الناس، عبر ذلك عن اهتمامات الفكر بتاع مين؟ ها هنا بيتكلم عن فكر مين بقى؟ هل فكر ابن رضوان ولا ايرني نايس ولا ادو ليبال ولا ابن خلدون؟ بس خلي بالك هو بيتكلم عن المقومات الحضارية التراثية وتأثيرها على حياة الناس، يبقى ابن خلدون. بيتكلم عن الأثر على حياة الناس. 94، يتم إلقاء النفايات الكيميائية للمصانع في الأنهار والبحيرات وغير ذلك من المجاري المائية مما يشكل خطورة كبيرة على الثروة المائية والكائنات الحية المائية،
مما يعرضها للانقراض. نستنتج انه يمكن حمايه البيئه من الملوثات السابقه عن طريق، وهنا انت بيقول لك انت تقدر تحمي البيئه من التخلص من المخلفات بطريقه علميه سليمه، للتخلص من المخلفات بطريقه بديله، للاهتمام ببرامج التربيه البيئيه، لتهميش دور المنظمات الغير حكوميه. لا طبعا انت تتخلص من المخلفات دي بطريقه علميه سليمه، طبعا دي كلها اسئله قايمه على الفهم، ها؟ يعني ملهاش نص كده، انت بتفهمها من السياق وتبدا ان انت تختار الاجابه بتاعتها. السؤال 95 بيقول لك ايه بقى؟ في اطار المبادره الرئاسيه تحضر للاخضر، ظهرت بعض الدعوات للاهتمام بحملات التشجير التي لا تحتاج الى سقي لتكوين مصدات طبيعيه للهواء المشبع بالتلوث البيئي. تكشف الدعوات السابقه عن ضروره ايه بقى؟ هنا الدعوه ديت اللي هيعمل مصدات كده للاشجار عشان تاخد هي الملوثات اللي كانت هتيجي الانسان، ضروره على احترام البيئه وصونها، تقديس البيئه وتأليها، فرض هيمنه الانسان على البيئه، استغلال البيئه. لا طبعا هنا فيها حاله احترام وصون للبيئه، لان عمل تشريع وعمل حاجه تحافظ على التوازن البيئي في مرحله الاحترام والصون. 96 عدم افصاح العالم عن النتائج السلبيه للدواء، ذلك ارضاء لرغباته الشخصيه او للشركه التي يعمل لصالحها. يفتقد، وكلمه يفتقد يعني لم يراعي، يفتقد يعني لم يراعي تحقق من الفروض ولا الموضوعيه ولا الانتباه واليقظه ولا المواسيك الاخلاقيه في اجراء التجارب. لا طبعا هنا افتقد للموضوعيه، لان هنا ما اقرش الشيء اللي التجربه قالته والمفروض ان هو بيقره بدون اي رؤيه ذاتيه، يبقى هنا يفتقد للموضوعيه. السؤال 97 بيقول لك ايه بقى؟ السؤال 97 بيقول لك عند وصف اللون الاسود وفقا لقانون عدم التناقض، لو انا عايز اصف اللون الاسود بقانون عدم التناقض، هل اوصفه لا يمكن ان يكون اسود وابيض؟ لا يمكن ان يكون ابيض ولا ابيض؟ لا يمكن ان يكون اسود ولا اسود؟ لا وسط بين الشيء ونقيضه؟ لا، هختار ج، لا يكون اسود ولا اسود، لاني هي بتمنع اتباع الصفه والنقيض في الشيء الواحد، تاني بتمنع اجتماع الصفة والنقيض في الشيء الواحد، الصفة اهي ونقيض الصفة اهي في الشيء الواحد، يبقى هنا على طول قانون عدم التناقض. السؤال 98، طبعا انا منزل لك شرح كامل على قناتي على اليوتيوب، شرح تفصيلي لكل قسم لوحده، وكمان معاها امتحانات شاملة للثانوية العامة، 5 امتحانات بالحل بتاعهم، غير اللايفات اللي هنحل فيها امتحانات على الصفحة بتاعتنا، ان شاء الله تبقى مراجعة تغنيك عن اي شيء وتوصلك اللي انت عايزه كله في الامتحان يا مثال يا رب. السؤال 98 بيقول لك يقول الامهوال الوقائع تكون معروفه حتى وان كانت منعزله وغير مترابطه الى ان ياتي المكتشف فيضع من مؤونته الخاصه مبدا الربط، فاللؤلؤ موجود ولكنه في حاجه الى من ينظمه في عقد منتظمة. يمكن أن نستخلص من المقولة أن الفرد المعاصر الوظيفة المنهجية للفرد مجرد يقين جثور، تفسير الظواهر، تجلي حقيقي للعبقرية العلمية. طبعا هو هنا بيتكلم أن لؤلؤ بيبقى موجود بس محتاج تنظيم، والتنظيم يبقى خيال، يبقى عبقرية، يبقى هنا بيدل على تجلي حقيقي للعبقرية العلمية اللي هتجيب لنا الفكرة وتنظمها وتصل بها إلى النتائج اللي احنا عايزينها. السؤال 99 بيقول لك إيه؟ يرى كانت أن الإنسان هو الموجود الوحيد على الأرض الذي يمتلك الفهم، فهو بالتأكيد السيد الأعمى على الطبيعة. هنا تتعارض العبارة، بس بيقول لك تتعارض العبارة مع رؤية مين؟ ابن خلدون ولا دانيال كلهان ولا لاوتسي ولا بدأ؟ طبعا لاوتسي، لأن لاوتسي رفض تدخل الإنسان في الطبيعة، أن تدخل الإنسان في الطبيعة يؤدي إلى خرابها ووقوع الضرر عليها، فهو من أول المحذرين من تدخل الإنسان في البيئة. سؤال 100 بيقول لك العلم الفسيولوجي يؤكد أن مبدأ التعاون بين النباتات أقوى من مبدأ التنافس، فلا يوجد صراع دار بين النبات والحيوان، فالوعي
سمة من سمات الكائنات الحية. نستخلص من المقولة ما يوافق فكر الفيلسوف مين؟ إرني نايس ولا هانز يونس ولا أرضو ليبالد ولا بيتر سينجر؟ لا طبعا هانز يونس، لأن هانز يونس يتكلم عن حالة أن الكائنات في معنى المسؤولية بتبدأ أن هي تعتمد وتتعاون مع بعضها البعض. فأنا أروح لهانز يونس ليه؟ لأننا بيتكلم عن التعاون بين الكائنات الحية بعضها وبعض. حبيبي حلنا 100 سؤال ان شاء الله على قناة الوقف ده هوت. كمان عندنا على القناة بتاعتنا شرح وافي لكل قسم مع امتحانات الثانوية العامة. شد حيلكم، اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.